الشكر، نرحب دائما بكم مشاهدينا وبمرافقتكم لنا على مدى ساعتين من الوقت في لقائنا الصباحي. صباح النور. صباح النور. صباح النور وصباح الأخضر. تمام. يا هلا فيكي وهلا بكل المشاهدين. فقرات منوعة، مواضيع مختلفة، ضيوف مميزون، هذا ما يتضمنه صباح النور لليوم. والبداية من موريتانيا وفرقة أمل الموسيقية للمكفوفين. من الموسيقى إلى اليوغا وتمارين خاصة لمحاربة الاكتئاب في الجسم السليم والحفاظ على الصحة، كل الصحة، صحة الكلى اليوم خصوصا والوقاية من أمراض الكلى، موضوعنا الطبي من الدوحة. روبوت يبلغ مريضا باقتراب أجله، التفاصيل بعد قليل. مع وعد. السدود المائية مهمة، ولكن موضوعنا البيئي لليوم في فقرة أزرق أخضر. ثم إلى الأردن وزيارة لمتحف أبو جابر في مدينة السلط. والختام استضافة للكاتب المسرحي العراقي عبد الكريم العامري في أحداث ونشاطات. ما بدنا نوصل للختام، بدنا نبلش البداية. البداية هو اللحظة بلحظتها لصباح النور. كل اللحظات حلوة، وأولى فقراتنا مع الشيف فؤاد. وكنا عم نحكي عن الأخضر، والأخضر كمان مزين المطبخ اليوم. صحيح. خبرنا صحيح. شو عنا اليوم؟ رح نحضر سلق والحمص بالذات، هي طبق غذائي كامل للأشخاص الصايمين، طبق نباتي ما بيحتوي على اللحوم. حنشتغلها بطريقة بسيطة، ولكن الطعمات حتكون دمجة مع بعضها. يعني اللي بنسميه بالمطبخ المشرقي محشي سلق. صحيح. صح. لا عفوا، مش محشي سلق، مش حتكون مثل مازة، يعني تكون مفرومة الأوراق السلق. كتير منيح. والفريز أو الفراولة. والفراولة حنحضر الكيك بالفانيل مع الفراولة، حنعمل له توبينج على الوجه من السكر. استعملنا اليوم حليب الصويا، ممكن استعمال حليب الجوز الهند، لحتى نحضر كيك خالي من البيض، من الحليب، وبنفس الوقت من الزبدة. استعملنا زبدة نباتية لحتى تكون أطباقنا كليا للصيام. أكيد. وأنت بتركز على أشكال الأطباق، الأخضر مع الأحمر كثير حلو. كثير حلو. صحيح. شكرا لك. شكرا لك. احنا بالانتظار. صباح الانوار. صباح الخير. كيفك؟ كيفنا اليوم؟ تمام الحمد لله. كيف بديت نهارك؟ يعني مثل النهار اللي بيكون في عنا هوا فيه، هوا فيه، بنوصل على الوقت والتحضيرات المعتادة. بتعرفي بداية النهار أساسية للنهار كله، بيقولوا كيف بتبلشي بكفي نهارك. حبينا اليوم هيك نبدأ بدراسة لبزنس انسايدر، موقع بزنس انسايدر الأمريكي، بتقول إنه بداية النهار، يعني إذا أول ما فتحت عيونك فتحت تليفونك، هذا الأمر غير صحي أبدا لدماغك وغير صحي لنفسيتك، لأنه تلقائيا رح تعيش ببداية نهارك لحظات افتراضية، رح تقارن نهارك بالعطلات يلي رح تشوفها يمكن على الفيد على الفيسبوك، وبذات الوقت رح تبدأ نهارك بإدانة ذاتية لنفسك، لأنك رح تطلع أولا على التعليقات اللي جاية على صورتك، أو على اللايكس أو الأنلايكس يلي جاية على رأيك أو البوست يلي مرقته. شو رأيك؟ بتعرف في كتير من الدراسات بحكي عن مدار استخدام الهاتف الذكي بكثرة، ولكن عجبتني هاي المقاربة من ناحية أنه عم تبدأ نهارك بطريقة منا واقعية وافتراضية، وفعلا خطورة أنه مرات نسترسل بهذا العالم الافتراضي بلا ما نطلع ونقابل العالم الواقعي. للأسف يعني نحن يمكن من الأشخاص اللي منضطر أنه نواكب الأخبار عبر الهاتف الذكي، فهون بيصير كل شخص فيها حسب استخداماته. فيها فخ صغير. هي نعم. بزنس انسايدر طرحت حل، قالت انه بداية نهارك قبل التليفون، ما لغيته يعني، بس قبل التليفون فيجولايز او شوف هيك هدفين انت بدك تحققهم بخلال النهار، هيدي بداية صحية. ممكن يكون هيدا تمرين كتير صحي. صحيح. هلا بدنا نقرا بعض رسائل اللي بعثوا لنا اياها المشاهدين. أكيد. بس ان شاء الله ما يكونوا بعثوها اليوم الصبح اول ما فاقوا. شو كان السؤال؟ كان سؤالنا هي ما هي اجمل، هو ما هي اجمل عبارة وجهت لكم؟ بس قبل ما نقرا، شو هي اجمل عبارة وجهت لك؟ وجهت او توجه لي بحبك. اوه حلو كثير. بتخيل كل الناس بدها تختصر كل شيء حلو. صحيح. كل الناس بدها تعبير حب، تعبير عن الحب بحياتها. من مين ما اجت؟
الرسالة الأولى من سميرة من بيروت، أفضل عبارة أو كلمة سمعتها هي المرة الأولى التي ناداني بها ابني ماما. وعم تسألنا إذا عاطفية أو لا. أكيد كتير عاطفية. أكيد عاطفية بس واقعية بذات الوقت، لأنه الأمومة واقع. سالم من العراق بيقول كل ما اسمع كلمة الله يوفقك، الله يوفقك، هاي مني أنا. وفاء من الأردن، صباح النور لكم جميعا، أحلى عبارة أو خبر كان قدوم أول حفيد لي. هذا تأكيد على المثل يلي أنت بتحبيه، ما أعز من الولد إلا ولد الولد. أما محمد من الجزائر فبيقول أحلى عبارة هي تسلم إيديك، هيئته مهنته يدوية، يعني بشغل إيدي كتير بمهنته. سناء من الموصل مهنتها أيضا يدوية، ولكن يدوية وبتتطلب كتير ضوء. أجمل عبارة لما أولادي وضيوفي يقولوا لي شو هالأكل اللذيذ. شو حلو، بخيل حق من ست البيت، وبالفعل يعني الطبق أساسي وفي بتعبر عن حبه. وعلى فكرة أيضا يعني من خلال هيدي الرسالة ومن خلال تجربتي الخاصة قديش الشائع واللي بنفكره أنه الأطفال كثير بيحبوا الجانك فود أو المأكولات السريعة، الهامبرجر، البيتزا إلى آخره، ولكن كثير بيقدروا بطريقة كثير عاطفية أكل البيت وأكل الأم تحديدا، غير أكل الجدة أو غيره. والتبولة خصوصا بلبنان، يعني أنا هلأ تأكيدا على كلامك بنت أختي بتفضل تبولة أمها على الهامبرجر، مع أنه بتحب الهامبرجر. طبعا بحسوا بالحب يلي عم تحطه الوالدة مع كل حبة بهار وكل حبة ملح. منذكر مشاهدينا وعد بأهمية آراء وتعليقات دايما عبر صفحات مواقع التواصل الخاصة ببرنامج صباح النور والتي تظهر الآن أسفل الشاشة، بالإضافة إلى رقم الواتساب المخصص لصباح النور. سؤال جديد نطرحه هذا الأسبوع، كيف تتعامل مع زميل مزعج؟ كيف؟ أما كيف؟ خلينا نفكر بالجواب، لأنه أحلى ما يكون الجواب مزعج. أنا ما بحيلك بالإجابة، لا أوحي بالإجابة. أما البداية؟ البداية أكيد مع التطورات السياسية اليوم مع زميلة ليال بشارة ومع الخبر. صباح النور. صباح النور. كيف تتعاملي مع زميل مزعج؟ الزميل المزعج بتتفاديه. بتتفاديه. ان شاء الله ما يكون اليوم بدينتك. لا اكيد. كان مع محامي الشيطان. تفضلي. شكرا توني. مشاهدينا صباح النور واهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. رفض مجلس العموم البريطاني الاتفاق المعدل للخروج من الاتحاد الاوروبي المعروف ببريكست، والذي توصلت اليه رئيسه الوزراء تريزا ماي مع الاوروبيين في خطوه من شانها ان تعمق الازمه السياسيه في بريطانيا قبل 17 يوما على موعد المغادره رسميا من الاتحاد. ورفض 391 عضوا الاتفاق المعدل مقابل تأييد 242 عضوا، في حين دعت المعارضة على لسان زعيم حزب العمال جيرمي كوربن إلى انتخابات عامة جديدة. وفيما أعربت ماي عن خيبة أملها من نتيجة التصويت، حذر الأوروبيون من خطر خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق. تواصلت الاحتجاجات في شوارع الجزائر مطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحال، واتهم المحتجون بوتفليقة بمحاولة تمديد فترة رئاسته الحالية، ورفعوا شعارات رافضة لما اعتبروه محاولات للخداع من جانب الرئيس، متوعدين بتظاهرات أكبر لإسقاط ما وصفوه بنظام المافيا. بدورها شددت الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، شددت على حق الجزائريين بأن تكون لهم انتخابات حرة ونزيهة، وأكدت دعمها عملية سياسية تحترم تطلعات الجزائريين. اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى واعتدت على من فيه بالضرب بعد اندلاع حريق في غرفة تابعة للشرطة في المسجد. وفي ظل توتر شديد شهده الحرم القدسي، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن لإسرائيل علاقات مع 6 دول إسلامية مهما كانت معادية لها في السابق أو مهما كانت معادية لها في السابق حسب ما أفادت وكالة مع الفلسطينية. ووصف نتنياهو تلك العلاقات المستجدة بالبشائر المهمة، مؤكدا أن إسرائيل تدفع بعملية الاعتراف بها والتفاهم مع باقي جيرانها ومع أجزاء واسعة في العالم العربي والإسلامي، وهذا ما جرى في الخفاء بحسب نتنياهو.
استهدفت قوات نظام الأسد بلدة التمنعة في ريف إدلب الجنوبي بمادة الفوسفور الأبيض المحرم دوليا، وذلك في إطار حملة عسكرية تشنها قوات الأسد على ريفي إدلب وحماة. وبث ناشطون مقاطع مصورة قالوا إنها تظهر قصفا عنيفا بنحو 40 صاروخا محملا بمادة الفوسفور الأبيض على بلدة التمنعة. القصف العنيف طال أيضا مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي، وسجل ناشطون سقوط قتلى وجرحى إضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالمباني السكنية. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية استسلام 3000 مقاتل من تنظيم داعش في بلدة البغوث شرق سوريا في غضون 24 ساعة وفق ما قال المتحدث باسم قصد مصطفى بالي. وقال بالي في تغريدة على موقع تويتر إن المعركة مستمرة وساعة الحسم أصبحت أقرب من أي وقت مضى، فيما نشر تنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا مصورا دعا فيه أنصاره المتبقين في بلدة البغوث السورية إلى الثبت. دعت واشنطن رعاياها في فنزويلا إلى الرحيل بعد أن قررت سحب جميع دبلوماسيها من كاراكاس تزامنا مع إعلان حل الإنذار العام من قبل المعارضة التي يقودها رئيس البرلمان خوان غوايدو. بدوره منح وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد، مشيرا إلى أنه في حال رغبت واشنطن في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع كاراكاس فإن عليها القيام بذلك ذلك عبر الأمم المتحدة. مشاهدينا، ختام الموجز، ننتقل الآن إلى عناوين بعض الصحف العربية الصادرة اليوم والتي توزعت اهتماماتها بين ملفات كثيرة، منها الحدث الجزائري مع تواصل التظاهرات الرافضة للتمديد لبوتفليقة، ومنها ملف سقوط اتفاق خروج بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي المعروف ببريكسيت والذي اعتبر ضربة موجعة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إضافة إلى الاهتمام بمستجدات المسجد الأقصى في ظل الاشتباكات التي دارت أمس بين الشرطة الاحتلال والمقدسيين. والبداية دائما من صحيفة القدس العربي التي اهتمت باتفاق البريكسيت المنهار، وعنونت الصحيفة: سيتم التصويت اليوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ما تتلقى صفعة جديدة وتفشل أو تفشل في تمرير اتفاق بريكسيت المعدل في البرلمان. الآن إلى الجزائر، صحيفة الخبر الجزائرية تابعت أجواء الحراك المتواصل داخليا وكتبت: فرنسا تدعم بشكل صريح قرار بوتفليقة، الجزائريون من رفض الخامسة إلى رفض التمديد. جزائريا دائما، لكن هذه المرة مع صحيفة الجريدة الكويتية، وفيها نتابع: مبادرة بوتفليقة لا تلقى أذانا وأحزاب المعارضة تتمترس خلف الشارع، أقصى اليمين الفرنسي يدعو إلى وقف التأشيرات للجزائريين. الآن نعود إلى لبنان، صحيفة اللواء اللبنانية كان لها وقفة مع ما يجري في المسجد الأقصى وعنونت: صمود المقدسيين واتصالات عباس تفشل مخططا يستهدف الأقصى. الاحتلال يتراجع اليوم عن الإغلاق بعد أداء الصلوات على مداخل المسجد المبارك. الآن إلى صحيفة عمان العمانية التي اهتمت بمستجدات معركة البغوث بشرق سوريا، وقالت الصحيفة: قصف ليلي شديد في معركة البغوث، استسلام المئات ومقتل 38 مع قرب هزيمة داعش. الختام كالمعتاد مشاهدينا مع صحيفة العربي الجديد، وفي عنوانها الرئيسي: الجزائر المعارضة ترفض بقاء بوتفليقة وفريقه. إلى صورة الغلاف التي حملت عنوان: الأردن غضب الفقراء. إلى زاوية الحدث: الاحتلال يجتاح المسجد الأقصى ويقتل فلسطينيين في الضفة. وأخيرا مع كاريكاتير العربي الجديد، جاء اليوم تحت عنوان: الجزائر بريشة الفنان عماد حجاج. مشاهدينا، مع الكاريكاتير نكون وصلنا إلى ختام الجولة على ما تضمنته الصحف الصادرة صباح اليوم. اللقاء يتجدد على رأس الساعة المقبلة. الآن نعود لمتابعة برنامج صباح النور. شكرا لك. شكرا توني. نبدأ توني مشوارنا من موريتانيا، حيث كون الكفيف عبد الله ولد محمد ومجموعته فرقة موسيقية خاصة بهم في تحدي للإعاقة.
وقد تمكنت الفرقة خلال مدة وجيزة من تحقيق شهرة في موريتانيا، فجنت أرباحا أغنت أفرادها عن مهنة التسول التي كانوا يعيشون منها خلال سنوات خلت. فرقة الأمل في هذا التقرير. بداية تأسيس هذه الفرقة كنا نسكن في حي موجود في العاصمة نواكشوط يدعى حي بغداد، وذات مرة سمعنا شريطا موسيقيا فقال لنا زميل لنا يمكننا أن نعتمد على أنفسنا ونكون موسيقانا الخاصة بنا، فصنعنا آلة موسيقية خاصة وقدمنا أغنية مدح، وهكذا وصلنا تقديم أغانينا. هذه كانت البداية. أقول للمكفوفين الذين لم يخرجوا أن يخرجوا ويتصلوا بإخوتهم المكفوفين من أجل تبادل الأفكار والمعلومات ويمارسوا حياتهم سواء كانت موسيقى أو غيرها. كل شخص يمكنه أن يتعلم ويعمل وأن يقرأ. هذا العمل اخترناه لأنه هو من اعتمدنا عليه عام 2003، وأصبح لدينا عدد من المحترفين المكفوفين في هذا المجال. قصة انضمامي بدأت منذ سمعت قصيدة مدح لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنا أحب قصائد المديح منذ كنت صغيرة، وهكذا جئت وانضممت لهذه الفرقة وهذا يشرفني. رسالتي إلى ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة، عليهم أن يفرضوا أنفسهم، ينبغي عليهم دمج ذواتهم في المجتمع من أجل أن يتقبلهم. نقول نحن وصلنا لنسبة 40% من النجاح، لأن المجتمع الموريتاني لم يكن يفهم ويتقبل ما يقدمه المكفوفين. اليوم أزلنا الحواجز بالكامل ووصلنا ما وصلنا إليه. فهم المجتمع لأن منه وهو منا. هذه هنا أو الشناس يلهم، هذه هم قناة العربي. تعرفي تذكرت أنا عم شوفهم أنه حتى المطرب غير الكفيف المبصر بيسكر عيونه هو وعم بيغني تيسلطن، يعني هذا بيدل على أنه فقدان حس ممكن يقوي حس تاني أو يضوي على موهبة أخرى، يوعي موهبة أخرى. ولاحظك بمحلة وعطيت تفسيره. إلى موضوع آخر، موضوع رياضي وتحديدا في اليوغا مع مدربة اليوغا ميسم نحاس في الجسم السليم.
في استخدام نور ميسا. استحضرنا اسم مطربة. مطربة. أهلا فيك ميسا. كيف عائلتك؟ منيح الحمد لله. سلم عليكم. شو رح تفرجينا اليوم؟ اليوم حنحكي شوي عن اليوغا وعلاقته بالاكتئاب، يعني نعم. كيف اليوغا بتساعد اللي عنده اكتئاب. أكيد هلأ بحب بس شوي أعرف عن الاكتئاب. هو جزء كبير منه بيأثر، يعني في أفكار سلبية براسنا، وهي الأفكار السلبية هي عم تتحكم فينا وبتشنج جسمنا. مزبوط. سو نحن بنصير بعطول أفكارنا سلبية وبنصير منعزل مع حالنا وبتضعف قوتنا الداخلية. فاليوغا هي كوسيلة أو بتعريف هي باي ديفولت بتأمن توازن ما بين الجسم والفكر والنفس. ونحن بس نخلق هيدا التوازن بحالنا ونعمل وضعيات يوغا بتساعدنا على الاسترخاء، نطلع من هاي الحالة السلبية أو نتعلم كيف نعمل دايركشن من أفكار سلبية لأفكار إيجابية، يعني نوجهها لطريقة لمحل إيجابي لنبطل نحن على الأنين بهيدي السيركل. دوامة. دوامة إكزاكت. إلا شي علاقة بنظرية let go، يعني خلي الأمور وراك وعيش اللحظة بلحظتها. إكزاكت. let go كل شي، خلي كل شي يعني بيزعجك ورا ظهرك ما تفكر فيه. نحن بيصير معنا ستريس أو اكتئاب لأنه نحن منتفاعل مع الفكرة السلبية، يعني بدل ما نخليها تقطع أنه خلاص فكرة سلبية منكبرها منتفاعل معه ومنكبرها وبتصير هي عم تأثر حياتنا وهي الفكرة عم تتحكم فينا بدل ما نحن نتحكم فيها. أساساً أدائنا خلال تمارين اليوغا إذا ما كنا مركزين باللحظة وكنا شاردين بموضوع تاني بيتأثر أيضاً. مزبوط. حتى باليوغا وضعيات اليوغا في وضعيات صعبة ما بنقدر نعملها إلا ما نكون مركزين، وهذا التركيز عم بيشيلنا من هونيك لمحل تاني، وشوي شوي نحن بنصير نعود حالنا أنه نفكر بطريقة إيجابية. هلا كل تركيزنا عليك. أوكي تفضلي. هنبلش بوضعية الأول فورس. نحن هون بنبلش كرمال نحمي الظهر. في عدة وضعيات لتحمية الجسم بس هذه واحدة هينة منهم. بنطلع نفتح الصدر لبرا ونشد المعدة، بنعمل راوندينج للظهر، نطلع لفوق، نتنفس على طول. نحن باليوغا عم نركز عم نتنفس ما بين 3 و5 أنفاس، والنفس كتير مهم، يعني هو اللي بيخلي رياضة اليوغا أو اليوغا غير عن رياضات تانية، هي إنه النفس، أهمية النفس خلال الحركة، يعني نحن عم نجيب أكسجين أكتر على خلايا الجسم. من هون أنا حروح على وضعية الكوبرا. حنام على البطن، حجيب إيدي تحت الكتاف والكوع لجوا، بشد بالفخاد، حأطلع شوي، خلي الحوض على الأرض وبفتح صدري وبتطلع لفوق. هون كمان بركز على النفس. وهي الوضعية غير انه اكيد بتساعد انه تقوي العمود الفقري اللي عنا اياه، كمان بتساعد انه تفتح الصدر. بس افتح نحن يعني الصدر عم نفتح طاقة القلب وعم نصير بلكي كومباشنت او عاطفين اكتر مع نفسنا، فهيدا الشيء كمان بيساعدنا بالاكتئاب. من هول الوضعية حنروح على وضعية تشارلز بوز. منجيب الراس على الارض، فينا نرتاح هون، نريح الايدين. هي كمان بتكون وضعية مثل وضعية نيوترال للظهر كرمال نرجع نريحه بعد ما نعمل له باك بندينج. كنت عم قلها لوعد حبيت فكرة التعاطف مع الذات. مزبوط. تكون هالقد قريبة منها وتتعاطف تحبيها يعني. اكزاكتلي. نرجع نطلع لفوق، حنروح لوضعية الداون دوغ. بناخذ نفس ونطلع نفس. من هون انا حجيب اجري اليمين لقدام، حنروح على وضعية المحارب. هلا اذا كتفنا بيواجهونا هون فينا على طول حط ايدي على خصري، اجري اليمين شوي مطويه والاجري الشمال جالسه. هي كمان الوضعيه بس نكون نحن عم نقوي يعني وضعيه محارب، هي بتعكس يعني القصص اللي بنعملها على المات بتعكس برات المات نحن شو بنعمل، نكون نقدر نحارب الجهل بلكي نحارب الافكار السلبيه اللي براسنا. سو هيدا الشيء بينعكس بحياتنا. من هون كمان فيني حروح على وضعيه وورير 3، يعني كانه الفكره عم تعطيها وضعيه حضرتك. مزبوط. وبعلي الاجر لورا. كمان هيدي البوزيشن بدها كونسنتريشن، تركيز، وانا بدي ركز كرمال اقدر اعملها. ومن هون انا بشيل راسي من محل لمحل تاني، هارجع نزل الاجر. هون حروح على وضعيه دانسرز بوز. كمان بهالوضعيه بدها كونسنتريشن وبدها كمان بتفتح الصدر، سو كمان بتساعد بالتوازن وبفتح طاقه القلب. يعني بعد ما حاربنا وربحنا بدنا نبلش نرقص. ايه مزبوط.
رح اجيب الاجر شمال لفوق وبتنفس عطول عم ركز انا على نقطه واحده كرمال ما يختل التوازن عندي وبرجع لوضعيه نيوترال باخذ نفس انهيل اكسهيل بتنفس بتطلع لفوق ما يسمى بعض النفس. التمارين يحبذ وجود المرآة امامنا مزبوط. هل اليوغا ايضا بتعتمد يعني بتساعد بالتوازن اذا كنا عم نشوف حالنا على المرايه؟ هلا اللي بيساعدك بالتوازن هو يمكن تركزي على نقطه واحده، يعني بيقولوا وين بيروح تركيزك وين تروح نظرتك بيروح بيكون تركيزك هونيك. فاذا عم نطلع بالمرايه اوقات يمكن بنضيع شويه توازن، نطلع انه فلو ما في فلويدز، ما في نقطه معينه نطلع فيها. هلا بتساعد بوضعيات معينه بس في قصص لا افضل يمكن نركز على نقطه معينه كرمال ما يختل التوازن عنا. نعم. من هون حنرجع ننزل لتحت، هنروح لوضعيه بلانك. كمان هيدي الوضعيه بدها سترينث، يعني انا بدي اركز انه على طول تو هولد ات او لضلني بهيدي الوضعيه بدي اكون مرتاحه شوي، عم شد معدتي عم شد الفخاد، بدها قوه. فهون كمان بتساعدنا انه نقوي القوه الداخليه. هو كمان اللي عنده اكتئاب بيكون في كتير افكار سلبيه او في مثل تدمير ذاتي لنفسنا، فنحن باليوغا بنجيب من قوي الداخل. انا بعتقد كمان لمجرد ما انه يقبل بانه يمارس اليوغا هيدي خطوه تغيير. اكزاكتلي يعني مجرد دخوله بالتمرين خطوه شفاء. مزبوط. هلا مجرد ما هو الشخص يقبل يطلع من الحاله اللي هو فيها، هلا في كثير اللي عندهم اكتئاب، هلا حنروح لوضعيه التواء، في كثير اشخاص اللي عندهم اكتئاب بيلجأوا بلكي ليمكن اكل او بيلجأوا بيقعدوا بينهم بين يعني انعزال، او حتى يمكن في منهم بيروحوا بيعملوا شوبينج. هلا في شيء بوزيتيف منه شيء انه بيساعد، اكيد وسائل بتساعد يعني غير صحيه ايه، بس منا ابدا بديل عن الاسترخاء التام، لانه هي نحن بس نسترخي عم نفصل، عم نخلق مساحه بيننا وبين افكارنا، بس نخلق هيدي المساحه او هيدا سبيس بيننا وبين الفكر عم نقدر نعمل مثل ريفلكشن او نعكس يعني نحن شو عم نفكر، فبتبطل هي الفكره تاثر علينا. يعني انا بنصح يعني يمكن هلا بس نحكي يمكن الحكي مش مثل الفعل، يعني انا كممارسه لليوغا وللشوبينج ايضا بقول انه الشوبينج اكيد ممتع، ولكن اليوغا بتضل علم. مزبوط. هي مش بس رياضه، علم متخصص بيساعد اكثر. صحيح. على المدى الطويل. كل الشكر لك مدربه اليوغا ميسم غانم. شكرا ميسم. شكرا. منروح لفاصل؟ منوصل لفاصل مع أنه كنا مرتاحين مع اليوغا بس نرتاح أكثر، بدنا نفصل تنرجع لمواضيعنا التالية. صحيح. إذن فاصل مشاهدينا ونعود لموضوع طبي من الدوحة، ابقوا معنا. صباح النور من جديد مشاهدينا، صباح النور مجددا وعد. صباح النور توني. يعني الاخبار يلي بتنقل لنا اياها بالاجمال بتكون مثيره للجدل، صادمه، وتعليقك دائما بيجعلها اكثر اثاره. تسلمي. لنشوف هذا الخبر. بس انا باكد انك دائما بتتوخي انك توفقي بين اثاره الجدل من ميل والمصداقيه من ميل ثاني، لان في شعره بين اثنين نحن واثقين بهالشيء. اذا مشاهدينا خبر اليوم مع الست وعد. أهلا بكم مشاهدينا. في حادث فريد أيقظ روبوت في أحد مستشفيات ولاية كاليفورنيا الأمريكية عجوزا مريضا من النوم ليبلغه أن أيامه معدودة وأنه سيفارق الحياة قريبا بسبب مرض رئة فتاك. وفي التفاصيل أن روبوت دخل غرفة إرنستو كوينتانا البالغ من العمر 97 عاما في قسم العناية المركزة في مركز كايزر الطبي في ساعة متأخرة، وفيه شاشة يتحدث من خلالها طبيب وأبلغه بالتشخيص المتشائم، كما طلبه باتخاذ قرارات تتعلق بعلاجه وبكمية المورفين التي يريدها بحسب ما أفادت حفيدته التي صورت المحادثة ونشرتها على يوتيوب. وفارق الرجل
الرجل الحياة بعد يومين من بقائه في المستشفى. وقالت الحفيدة إنه توجب عليها لعب دور الوسيط بين جدها والطبيب المتكلم من خلال الروبوت كونه يعاني من صعوبات بالتكلم والسمع، وأكدت أن الموقف كان صعبا جدا وأنها لن تتخطى أثاره أبدا. وبحسب موقع بي بي سي نيوز فإن عائلة المريض أعربت عن صدمتها واحتجاجها على هذا الأسلوب، مشددة على أن هذه الوسيلة كانت مقبولة لو كانت الأنباء جيدة، لكن حين يدور الحديث عن الوفاة القريب فيجب أن يأتي هذا الخبر الصادم على لسان إنسان لا روبوت. أما إدارة المستشفى فدافعت عن هذا الأسلوب المثير للجدل واعدة بمراجعة هذه التجربة والاستفادة منها لتحسين الخدمة. أنا بتسأل إذا هالعائلة بالفعل كانت على علاقة، يعني بشك بحق اللي شك بعلاقة العائلة مع مريضة، لأنه بالإجمال في ناس بفضلوا يسمعوا هيك أخبار من روبوت من أنه يسمعوها من ناس مش هالقد متعاطفين معهم أو ممكن يحسوا بالذنب تجاههم لأنه هن مسببينهم ألم. عائلة يعني المريض هن كتير أقرب منه بحسب ما بيذكر الخبر وبحسب ردة فعل العائلة يلي هي بس ما كان فيهم يتفادوا هالخبر، وكانت حفيدته معه داخل الغرفة وهي يلي صورت الحادث. هلا هيدا يعتبر اجراء روتيني بمستشفيات في العديد من المستشفيات حول العالم وفي امريكا، والاداره اعتبرت انه مش الروبوت يلي تكلم، هو شخص من خلال الشاشه المثبته على الروبوت، ولكن بتفاصيل ما يلي شرحتها الشاهده الوحيده اللي هي حفيدته قالت انه إذن ما كان عم يسمع منيح أو عم يقدر يجاوب، يعني تخيل. بس هالعائلة ما إلى كلمة، ما إلى كلمة العائلة بقرار تبليغ أو شكل تبليغ هذا المريض بموته؟ كان مفترض هي تقرر، يعني هو زلمة مش قادر يعني يعبر، كان مفترض هني يعبروا عنه. بس أنا بكل الأحوال ضد الفكرة يعني طبعا، وكلنا عم نسمع مؤخرا بالعناية التلطيفية يلي بترافق المرضى بآخر أيام حياتهم، وهي صارت أساسية خصوصا بالأمراض المستعصية. تعرف اليوم الروبوت بالمستشفيات يعني أسلم أنه يقدموا له عناية تلطيفية من أنه تجي من روبوت خالي من المشاعر. نعم، كل يعني خدمات روبوتية تستعمل مثل الجراحة عبر الروبوت اللي بتتميز بدقة بالغة ما في يبلغها يدي الجراح العادي، أيضا الريموت كونسلتيشن أي التواصل عن بعد مع طبيب مثلا خارج البلاد، ولهذا السبب هي معتمدة اليوم. ولكن دائما نحن بنسمع أنه هيدا طبيب كتير منيح بننصح فيه، أو هيدا مركز طبي كتير منيح بننصح فيه. هناك دراسة تؤكد أنه تقييمنا للخدمة الطبية أو لخدمة الطبيب هي ما خصه أبدا بمقوماته يعني العلمية أو التقنية، نحن بنكون عم نقيم فعليا أدائه العاطفي معنا وتواصله معنا. لأنه في أطباء مثل الروبوت. نعم، بالواقع في أطباء مثل الروبوت يعني. صحيح. والفرق أنه الروبوت معروف أنه روبوت، بينما الطبيب هو إنسان تنتظر منه خصوصا بآخر لحظات حياة المريض عواطف. تماما، يعني نعم. هيك خبر لما تتلقى بتكون بحالة عاطفية كتير كبيرة وصعب تتفاعل مع شاشة. نعم، إذا كان هيدا خبري لليوم توني، رح نضم لك بعد شوي لمتابعة. شكرا لك. وعد بالإطار الطبي أيضا والعلمي، في ظل التقديرات التي تشير إلى أن واحدا من أصل 10 أشخاص في قطر يعتقد أنه يعاني من أحد اضطرابات الكلى، دعوة للحفاظ على صحة الكلى والوقاية من أمراضها أطلقها أخصائيو الكلى في مؤسسة حمد الطبية في الدوحة. للإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستقبل معنا مباشرة من العاصمة القطرية استشاري أول أمراض كلى في مستشفى حمد العام الدكتور عبد الله إبراهيم حمد. دكتور أهلا بكم، يعني يصادف غدا أيضا اليوم العالمي للكلى، لهذه الغاية تنظمون العديد من الفعاليات التوعوية والإرشادية، هل أخبرتنا عنها بالتفصيل لو سمحت؟ أهلا وسهلا فيكم. طبعا نشكر التلفزيون العربي دائما على مساعدته بنشر الوعي في هاي المواضيع. طبعا مؤسسة حمد الطبية دائما تحتفل مع العالم بيوم الكلى العالمي اللي هو بصادف ثاني خميس من كل شهر آذار في كل سنة. طبعا هاي بس فكرة انه بديت في 2006
عن طريق الاتحاد العالمي لأمراض الكلى، وشاركت في أكثر من 60 دولة، والآن معظم دول العالم بتحاول تعمل هاي الفعاليات منشان نشر الوعي لأمراض الكلى في المجتمعات. طبعا مؤسسة حمد الطبية دائما رائدة في هذا المجال. احنا عندنا برنامج يعني كثيف غير المكثف عن باقي أيام السنة. بدينا في عملنا مثل محاضرات تعليمية في نطاق الأطباء وتمريض الكلى في الجمعة والسبت الماضيين. هذا الأسبوع في عنا حملة مكثفة في المستشفيات، ضمن أنه أي مريض أو أهل المريض لما يدخل مستشفى جنب الاستعلامات في بوث أو يعني محطة للتثقيفية وتعريفية بأمراض الكلى، وبرضه بنعمل فيها إجراءات الأولية مثل فحص الضغط، السكر، ونشر يعني بعض المعلومات الكتيبات عن أمراض الكلى. كمان في عنا زيارات للمدارس الثانوية والجامعات، وفي عنا بعض البوث برضه المحطات اللي حتنعمل في جامعة قطر وكورنيل، وبرضه كل مشافي طبعا الدولة مشاركة في هاي الفعاليات. وأخيرا طبعا الجمعة الجاي بعد بكرة الساعة 1 الظهر في عنا الوكاثون، المشي من أجل سلامة الكلية في الكورنيش إن شاء الله. فطبعا كل الجميع مدعوين عليها. نعم، أنتم تساعدون أبناء المجتمع في تثقيف أنفسهم واتخاذ الخطوات الملائمة للوقاية من أمراض الكلى. ما هي هذه الخطوات الوقائية دكتور عبد الله؟ نعم، احنا طبعا ضمن الفعاليات السنوية الدائمة، احنا دائما في عنا زيارات للمدارس، المدارس بيجوا لعنا على مراكز الكلى سواء غسيل الكلى أو المستشفى حتى يتعرفوا أكثر. أنت لما تنشئ جيل جديد يعني واعي بمشاكل الصحية سواء السمنة أو الضغط أو السكر أو الأشياء الأخرى الشائعة في المجتمع، هذا الجيل هو بينشر الوعي بين المجتمع. طبعا لما بدك تنشر وعي بالنسبة لمرض الكلى لازم تنشر وعي لأسبابه. فإحنا دائما من نأكد أنه المرضى الكلى دائما يكون عندهم عامل خطورة زي الضغط والسكري، انه هدول المرضى لازم يديروا بالهم على حالهم، لازم يعملوا تحليل دم بسيط لقياس الكرياتينين اللي هو لوظيفه الكلى مثلا على الاقل مره سنويا، لازم برضه يقيسوا يعملوا تحليل بول ليشوفوا اذا في اي بروتين او زلال في البول كمان مره سنويا. هاي تحاليل بسيطه جدا، ولكن اذا عملت كشف مبكر لمرض الكلى ممكن يعني يؤدي لحماية الإنسان من أنه يتطور هذا المرض عنده. طبعا في أمراض أخرى برضو، الناس اللي عندهم قصة عائلية أو عندهم كيسات في الكلى أو حصى في الكلى كمان لازم يتابعوا مع الأطباء المختصين. نعم، بس قبل سؤالك وعد بس تأكيد على كلام الدكتور، أنه أرقام منظمة الصحة العالمية بتقول أنه 850 مليون شخص حول العالم لديهم الأسباب المؤدية لأمراض الكلى، ودائما يعني ككل الأمراض الوقاية بتكون أهم عمل. دكتور يعني كما ورد ببيانكم، قطري واحد من أصل 10 يعتقد أنه يعاني من أحد اضطرابات الكلى. ما هو المقصود ب يعني قديش واسعة مروحة هذه الاضطرابات؟ لأنه يبدو أنه واحد من أصل 10 هو رقم عالي، نسبة عالية. سؤال ممتاز، لأنه هو الفكرة لما نقول إحنا واحد من 10 زي ما قلت هي إنه شيء مخيف. طب إيش يعني واحد من 10؟ كثير يعني الرقم. طبعا هي الفكرة نشر الوعي أكثر من إنها تخويف الناس. لما أنت تقول واحد من 10 الناس حتنتبه أكثر، وهو فعلا يعني إحنا اضطرابات الكلى هي الاضطرابات المزمنة اللي أكثر من 3 أشهر في اضطراب في وظيفة الكلى. وزي ما قلنا يعني هي إلى 5 مراحل. المرحلة الأولى والثانية اللي هي عادة ما في أعراض والمريض بس عنده بيكون التشخيص عن طريق تحليل دم أو صورة، هدول عادة ما بيتعرضوا لأي مشكلة. ولكن أنت مجرد أنك تعرف أنه في مرض كلى بمرحلة باكرة، هذا بيعطيك المجال أنك تسعى أنك تحاول تعالج أي شيء، عوامل خطورة، ضغط، سكر، حتى ما يتطور هذا المرض. بنفس الوقت لما يتطور المرض هلا اكثر، المرحله الثالثه للكلى هم 5 مراحل، يعني
المرحلة الثالثة بنبلش نشوف مشاكل في تحاليل الدم، اضطرابات في الشوارد، أنيميا يعني فقر دم أو أشياء أخرى. هون ساعتها بيكون لازمهم طبيب الكلى. المرحلة الرابعة والخامسة طبعاً بنبلش نحضر المريض لغسيل الكلى أو الزراعة. فهي الفكرة من إنه نشر فكرة الواحد من عشرة هي موجودة طبعاً في أمريكا وأوروبا، والإحصاءات كلها بتثبت هالشيء. بس زي ما حكيتي، هم معظم هدول المرضى ما رح ينتهوا بغسيل الكلى، ولكن أنت لما تكشف هدول المرضى هم معرضين مثلاً لمشاكل في القلب أكثر من غيرهم. أنت بتسعى لكمان وقاية من أمراض القلب، الكوليسترول نفس الشيء. فأنت هذا الرقم مجرد لنشر الوعي، وإن يعني هو رقم حقيقي، وإنما الفكرة منه نشر الوعي كمان مش تخويف الناس. نعم. كل الشكر لكم الاستشاري الأول في أمراض الكلى في مستشفى حمد العام دكتور عبد الله إبراهيم حمد. أهلا وسهلا فيكم. شكرا. شكرا لك. يعني بنعرف وعد انه مرحلة غسيل الكلى هي المرحلة الأسوأ يلي ممكن يوصل إلى المريض إذا المريض اهتم بحاله ما بيوصل له. للأسف بعض الحالات يمكن لدى الأطفال تتطور. نعم. بشكل دراماتيكي وسريع، والرقم دراماتيكي طبعا بتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أنه 2,400,000 شخص بيموتوا جراء أمراض الكلى حول العالم كل عام. سلامة من هنا أهمية هيدي النشاطات التوعوية. صحيح. يلي بتدعي إلى لتفادي الأمراض قبل حصولها أو حتى أثناء حصولها ما توصلنا للمراحل الأسوأ. صحيح توني. نذهب الآن إلى مطبخ صحي، واليوم خصوصا معنا السلق. السلق صحي كتير مع الشيف فؤاد ولا أشهى. صباح النور مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم. اليوم مثل ما بلش توني في عنا سلق، وسلق جدا صحي، ولكن السلق حخليه لبعد شوي. رح نحضر هلا الكيك. ولا يهمك، عم تعمل دعايه حتى تخلينا معك كل الحلقه. اكيد اكيد، هيك ضلك ناطرني للاخر لتحضر السلق. احنا معك. ثانك يو. اول شيء بدنا نحضر الكيك، اللي هي الوصفه جدا سهله، ما فيها بيض، ما فيها حليب او اي نوع من حليب الحيوانات، البقر او الغنم. كمان الحليب رح نستعمله كل شيء حليب تابع للنباتات. انا حاستعمل اليوم حليب الصويا، ممكن استعمل حليب جوز الهند، ممكن استعمل حليب اللوز. هذا الانواع من الحليب هي خاليه من اللاكتوز، يعني بيقدر الاشخاص اللي عندهم اي مشكله صحيه تجاه حليب بيقدروا يستعملوها. وبالاضافه للاشخاص اللي عم يتبعوا هلا فتره الصيام، بيكون الحليب النبات بيقدروا ياخذوه بدل الحليب الحيوان او البقر مثل ما تعرف عليه. اول شيء رح نبلش، بدي احضر الكيك. الكيك وصفتها جدا سهله ولكن كتير دقيقة. ليش دقيقة؟ لأنه ما فيها بيض. لحتى أحصل على الفوليوم العالي بالكيك، تكون الكيك رافخة، بدي يكون عم بشتغل بتكنيك جدا سهل، ولكن بدي أمشي فيهم خطوة خطوة. بالبداية عندي كمية السكر. الفرق بهيدي الوصفة دايما كمية السكر بتكون أكتر من كمية الطحين بشكل عام. السبب لأنه السكر بتفاعله مع البيكنج سودا والزيت هو اللي بده يعطيني الفوليوم الكافي لهيدي العجينة. أول شيء رح أخذ نص كمية السكر وحطها بالجاط. راح ضيف عليها رشة الملح واخلطهم مع بعضهم شوي لحتى اخلي الملح يتوزع بقلب الوصفة، بقلب السكر. ليش حطيت انا الملح؟ لحتى ينخلط، ما بدي يتعارض مع البيكنج سودا. عندي زيت الزيتون، أنا استعملت زيت الزيتون، والأشخاص اللي حابين يستعملوا زيت النباتي كمان قادرين، بس الهدف منا نحصل على طعمة هيدا الزيت بقلب الوصفة، هي اللي بتعطينا نكهة حلوة. هلأ عم بحاول دوب السكر مع زيت الزيتون، بس لما أتأكد أنه كل كمية السكر صارت نوعا ما مدموجة مع زيت الزيتون، بضيف تاني كمية من السكر. طبعا هلا مثل ما شايفين على قدامنا صارت السكر مدموجة مع زيت الزيتون. رح ضيف تاني كمية من السكر على الوصفة. هلا هون صار وقت انه ضيف الفانيليا البودرة.
هون لحتى طعم الكيك بالفانيل. كمان برجع بزيد التحريك. هلا هون بلش الزيت عم يتوزع على كل كميه السكر بطريقه تدريجيه. ما حطيت كل الكميه، ما بدي انا اعلي كميه الزيت بالبدايه، ما بدي تتعارض مع السكر لانه ببلش السكر يدوب ويعطينا طراوه وبيمصل بيطلع سائل المي الموجود داخل السكر. انا هيدا الشيء اللي انا ما بدي اياه بالوصفه هون، بدي اشتغل هيدا التكنيك شوي شوي. هلا عندي كميه زيت الزيتون الثانيه وعندي معلقتين من الخل الابيض. الخل الابيض ما له طعمه ولكن بساعدني مع البيكنج سودا وزيت الزيتون ليعطيني فوليوم لهيدا الكيك. حطيت الخل الابيض، ما رح يطعم ولا حيعطي نكهه ابدا داخل الوصفه. رح ارجع اضيف زيت الزيتون باقي الكميه اللي عندي واقلبهم شوي شوي. هلا هون حيصير في عندي مزيج السكر قطره، بس بكون انا كميه الفانيل الموجوده اللي ضفتها بقلبها الفانيل الباودر مع الملح توزعوا بشكل جدا سلس. اهم شيء مثل ما شايفين مش عم بخفق، انا عم بدوب تدويب اذا بتكون مثل ما شايفين، ما عم بستعمل المكنه كهربائيه لانه ماني بحاجه، عم بتكل على البيكنج سودا وباقي المكونات. هلا مثل ما شايفين صار عندي مزيج السكر مع زيت الزيتون. كمان قبل ما اضيف الحليب على الوصفه، مقادير عم تمرق قدامنا على الشاشه، مقادير وصفه كيك الفانيل مع الفراوله، جدا سهله وبسيطه ومثل ما قلت خاليه من البيض والحليب العادي. رح اضيف الحليب اللي عندي، مثل ما قلت ممكن استعمال حليب جوز الهند، ممكن استعمال حليب الصويا، هيدا الشيء بيرجع لكل حدا شو حابب يستعمل اي نوعيه زيت، عفوا حليب. هلا مثل ما شايفين دوبت السكر مع حليب وعم بخلطهم شوي شوي. اذا عم تلاحظوا بلش تحسوا في نوعا ما تماسك للمزيج، رح كفي اضافة الحليب، ودائما بخلي كمية بسيطة من الحليب بحال انا عزت طر المزيج اكثر كون قادر. هون صار عندي السكر والحليب وزيت الزيتون مع الملح والفانيليا صاروا مدموجين مع بعضهم، كثير حلو الخليط. هيدا الخليط صار اذا بدكم هو هيدا مثل ما هي المزيج كله بديل البيض، بديل البيض بطريقه جدا بسيطه وصحيه. رح ناخذ كميه الطحين، رح اضيف عليها البيكنج سودا، رح اقلبهم شوي مع بعضهم قبل ما نضيفهم على المزيج اللي عندي. مثل ما شايفين هون خلطت انا الطحين، رح اضيفهم مره واحده على الوصفه وبلش اخلطهم مع بعضهم شوي شوي. هون انا ما بخاف انه تكعزل، بالعكس انا بدي اخلطها بشكل نوعا ما سريع متوسط لحتى اكون عم بخلي الطحين يندمج مع المزيج كله بشوي شوي بطريقه ناجحه. بالميل الثاني انا كمان حضرت بالقوالب، خلطت دهنت كل القالب بزيت بزيت الزيتون لحتى بس اسكب فيها الكيك واخبزها بالفرن على حراره 170 حوالي 35 دقيقه تكون، بس بدي ارجع فضي الكيك تكون عندي الطريقه سهله وما يلزق الكيك بقلبها. وباكد لكم شغله بهيدي الوصفه، لو ما دهنت انا زيت بالقوالب انا باكد انه ما رح يلزق، السبب لانه لاحتواء الوصفه على كميه عاليه من زيت الزيتون، بس للاحتياط واجب فيفضل انه اضافه كميه بسيطه من الزيت على القالب. مثل ما شايفين صارت الوصفة قديه سمكتها طرية وبنفس الوقت صارت جاهزة وريحة الفانيليا فيها مميزة. هلأ بمجرد ما أنا مثل ما قلت سكبتهم بالقوالب وخبزتهم، بدي حضر الفروستينج. الفروستينج هي الطبقة الغلاف من برا، بمجرد ما يطلع الكيك من الفرن ويبرد بدنا نحط هيدي الطبقة من السكر على الوجه لحتى يعطي لمعية ونعطي طعمة حلوة بداخل الكيك. أول شي في عندي سكر بودرة، رح أضيف عليهم الفانيليا البودرة، رح اخلطهم مع بعضهم بهذا الشكل، ورح اجيب جاط اكبر
وفضيهم حتى نقدر نخلطهم بشكل أحلى. مثل ما شايفين صار عندي السكر موجود هون مع الفانيليا البودرة، رح ضيف عليهم كمية الزبدة النباتية وصارت موجودة بالأسواق خالية من الحليب بتكون. إذا بتلاقوها بتلاقوا لونها شوي غامق أكتر، ميل على اللون الأصفر، ممكن استبدالها بالسمنة النباتية كمان موجودة بالأسواق للأشخاص اللي ما حابين يستعملوا الزبدة إذا ما بدهم زبدة. بس أنا استعملتها نباتية ما فيها أبدا حليب وبقدر استعملها بوصفاتي للصيام. مثل ما شايفين هون عم صحيح وانا قاطع هلا احلى صوت فراوله بيطلع لي وحده بيطلع لك اثنين توني هلا بقطع لهونيك بالرجعه طبعا مثل ما شايفين خلطت السكر مع الزبده، رح ارجع هلا اضيف عليهم حليب كمان الصويا او اذا كنا استعملنا حليب جوز الهند كمان قادرين، وضلني بقلب. كمان برجع بذكر المشاهدين اللي حابين يتواصلوا معنا عبر الواتساب، نحن الرقم الواتساب عم يمرق باسفل الشاشه، يتواصلوا معنا لحتى نعطيهم اي وصفه حابين يعرفوها او اي معلومه عن الاطباق اللي بتتحضر، وممكن اذا كان الطبق مش محضرينه ممكن نرجع نحضره قدامهم على الهواء بطريقه سهله وبسيطه ونعطيهم اكيد الوصفه بكل خطواتها. طبعا مثل ما شايفين انا عم بقلبهم، صار عندي المزيج عم بيسمك، رح حط باقي كمية الحليب عليهم وأقلبهم شوي شوي. أنا وعم بقلبهم بدي طبعا ضلني ريحهم لأنه حيصير في عندي السكر لحاله رح يدوب ويعطيني نتيجة طرية. هون أنا بدي يصير عندي نتيجة السائل السكر طري لحتى أقدر صبه على قالب الكيك من برا، وبنفس الوقت رح يرجع يسمك ويشد ويعطيني غلاف من برا من السكر، هيدا اللي بنسميه الفروستينج على الكيك. هيدا الطبقة البيضة ممكن نحضرها لوجه الكب كيك، ممكن تتحضر للدوناتس. هيدا الفروستينج بيقدر يتحضر لعدة أصناف من الحلويات ونتيجتها سهلة، ممكن نطعمها بأي نكهة بدنا إياها، إضافة طعمات لقلبها، ممكن إضافة حبوب من شوفان او حبوب من القمح بالداخل كمان قادر ومنعطينا نكهه. وبالاضافه بمجرد ما نحن نلبس عليها على الكيك ممكن نضيف قطع من المكسرات، او مثل ما انا حاعمل ححط قطع من الفراز او الفراوله، وقت نضيفهم على الوجه مباشره على الفروستينج او هيدي الطبقه البيضاء رح تكمش الفراوله على الكيك وتعطينا نتيجه مميزه. انا عم ضلني ذوب، كل ما عم ذوبهم بده يضل مع الوقت يطلع عندي السائل الموجود بالسكر ويعطيني تماسك اكثر ونتيجه احلى. مثل ما شايفين هون انا هلا عم نعمهم اكثر حتى يصير جاهز للاستعمال. هلا رح اسكب انا القوالب وحطهم بالفرن ورح ارجع لعندكم وعد وطوني، واطباقنا بعد شوي سلق بالحمص مع الزيت رح نحضرها بطريقه كمان سهله. بعد في فراوله كافيه لل بعد في اكيد الحمد لله أكيد. شكرا هيك حسيت نقص معي السكر، قلت انت منقذي. فاصل جديد نعود بعده لاستكمال باقي فقراتنا، انتظروا. صباح النور مجددا مشاهدينا، واليوم 13 من مارس أذار هو عيد ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. مثل اليوم 13 من مارس ولد محمد عبد الوهاب عام 1902، من قله ينعاد عليه وتحية لروحه طبعا اللي بقيت بكل أغاني. شو غنيتك المفضلة لعبد الوهاب؟ بقول لك بس ما تسألني ليه. كأني عرفتها. بس مش رح أحرق لك من غير ليه. لأنه يعني سمعتها اول، يمكن من اول الاغاني اللي سمعتها له وحبيتها كثير. وفيها واقعيه بالاسئله، يعني جايين الدنيا ما نعرف ليه. بس بدنا نعرف شو الغنيه المفضله لعبد الوهاب عند ليال؟ اللي قالتها وعد كمان، ويا مسافر وحدك على فرنسا. انا بحب يا دنيا يا غرامي يا دمعي وابتسامي، مهما زادت الامي برضو بحبك يا دنيا. وبنحب نسمع الاخبار منك بهالوقت ليال. شكرا توني. شكرا لوعد. مشاهدينا اهلا بكم من جديد الى موجز لاهم الانباء. مجلس العموم البريطاني رفض الاتفاق المعد للخروج من الاتحاد الاوروبي المعروف ببريكسيت، والذي توصلت اليه رئيسه الوزراء تريزا ماي مع الاوروبيين، في حين دعت المعارضه الى انتخابات عامه جديده.
الاحتجاجات تتواصل في شوارع الجزائر للمطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورفضا لما وصفه المحتجون بمحاولات الخداع من جانب الرئيس، متوعدين بتظاهرات أكبر لإسقاط ما وصفوه بنظام المافيا. شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ساحات المسجد الأقصى واعتدت على من فيه بالضرب بعد اندلاع حريق في غرفة تابعة للشرطة في المسجد، بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد علاقات إسرائيل المستجدة مع 6 دول إسلامية كانت معادية في السابق. قوات نظام الأسد استهدفت بلدة التمنعة في ريف إدلب الجنوبي بمادة الفوسفار الأبيض المحرم دوليا، وذلك في إطار حملة عسكرية تشنها على ريفي إدلب وحماة. قوات سوريا الديمقراطية أعلنت استسلام 3000 مقاتل من تنظيم داعش في بلدة البغوث شرق سوريا في غضون 24 ساعة، والمعركة قاربت على الحسم وفق ما قال المتحدث باسم قصد مصطفى بالي. مشاهدينا، ختام الموجز. قبل 16 يوما من موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لم تبدو يوما البلاد في المجهول التام كما هو حالها اليوم، بعدما رفض مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية الضمانات التي انتزعتها رئيسة الوزراء تريزا ماي من الاتحاد الأوروبي لإقناع النواب بقبول اتفاق البريكسيت، ما دفع صحف بريطانية للحديث عن أسوأ إذلال سياسي ودبلوماسي تتعرض له رئيسة الوزراء التي دعت مجلس العموم إلى الانعقاد اليوم للتصويت على خروج مع أو بدون اتفاق. هل باتت الدعوة لانتخابات عامة في البلاد أو استفتاء ثان تعارضه رئيسة الوزراء دون أن تستبعده كليا فرضيات لا مفر منها للخروج من المأزق السياسي التاريخي الذي تعاني منه البلاد؟ هذه العناوين وغيرها نبحثها مع الكاتب والمحلل السياسي وسام سعادة. أستاذ وسام، صباح الخير وأهلا بكم في تلفزيون العربي. أهلا وسهلا بكم أستاذ وسام. يعني من تابع يوم أمس جلسة مجلس العموم البريطاني، 391 نائبا رفضوا الاتفاق مقابل 242 نائب أيدوا الاتفاق مع الضمانات التي انتزعتها رئيسة الوزراء تريزا ماي من الاتحاد الأوروبي باللقاء الذي جرى قبل ساعات في ستراسبورغ من عقد مجلس العموم. ما هي حالة بريطانيا اليوم؟ أولا، هي حالة تريزا ماي لا تحسد عليها هذا محك أساسي قد يهدد مسيرتها السياسية أو قد يؤدي بحكومتها إلى الاستقالة أو إلى انتخابات مبكرة. لا شك اليوم هناك قطوع وغدا هناك قطوع. يعني اليوم سوف يعود مجلس العموم للتصويت على إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وغدا حول إمكانية التفاوض مجددا مع الاتحاد الأوروبي لوضع سياق مؤقت وتمديد فترة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن تريزا ماي في وضع لا يحسد عليه، ليس فقط لأجل ذلك، لأنها في نهاية الأمر لعبت في الآونة الأخيرة دورا تقليبيا للعناصر المناوئة للاتفاق الذي كان معروضا من قبل الاتحاد الأوروبي، وخصوصا يعني 75 من نواب الحزب عارضوا اتفاقها. نعم، أقل من الذين عارضوها قبل شهر، ولكن هي التي لعبت دورا في تأليبهم العناصر الصلبة ضد الاتحاد الأوروبي، والآن أصبح من الصعب أن تعود فتستلحق نفسها وأن تعود فتستجمعهم مجددا. وبالتالي لا تزال المشكلة الرئيسية هي مع الاتحاد الأوروبي أن البريطانيين أو أن البريطانيين رافضين لهذا الاتفاق، في قسم كبير منهم يرفضون مسألة الحدود. مسألة الحدود بين إيرلندا، جان-كلود يونكر كان رد واضح، قال لن يكون هناك ضمانات على الضمانات التي أعطيت للمملكة المتحدة في اتفاق الباك ستوب، لا يكون هناك حدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا المستقلة والتابعة للاتحاد الأوروبي. الحقيقة يعني كل واحد يريد أمرا، ولكن بالصيغة العامة البرلمان البريطاني لم يعد يعرف ماذا يريد. وهو يمكن كان تصريح جوفري فوكس المدعي العام البريطاني قبل ساعات من التئام مجلس العموم، اللي قال إنه الضمانات ليست كافية
يعني قانونيا أعطى الاتحاد ما أعطاه لرئيسة الوزراء لإنجاح، لأنه لا يريد أن يعطي كأنه هو عرقل لخروج بريطانيا أو خروج بريطانيا دون اتفاق. ولكن اليوم الديلي تيليغراف البريطانية قالت أنه ما زال لديها سلاح تيريزا ماي، هو أن تقول لمجلس العموم ماذا تريدون، ما هي قولي هذا؟ لي ماذا تريدون، واليوم سوف يظهر ما الذي يريدون. هل هناك قوة ترجح داخل مجلس العموم الخروج من دون أي اتفاق، لأن كل ما فعلته أصلا تيريزا ماي منذ الأساس يعني والخروج من البريكسيت من الأساس هي كان يفترض به أن يكون متمتعا بإمكانية الخروج من دون اتفاق، وبالتالي هذا هو المحك. هل بريطانيا قادرة على الخروج من دون اتفاق يعني من جانب واحد من دون عملية ضمانات ومع ترك المسائل المعلقة خصوصا في مسألة الحدود؟ يعني هل نتجه إلى سيناريو النروج بتبعية للاتحاد الأوروبي، أي أن تكون عضو بالسوق الأوروبية الموحدة دون أن تكون عضو بالاتحاد الأوروبي؟ هنا علينا أن نرى الأوروبيون كيف سيتشوقون. بريطانيا عندما كانت عضو في الاتحاد الأوروبي لم تكن عضو لا في اتفاقيات ماستريشت ولا في اتفاقيات الشنغن ولا في العملة الأوروبية الموحدة، وبالتالي هي كانت في الأساس نصف موجودة في الاتحاد الأوروبي. هل نتجه إلى بريكسيت أكثر سلاسة، بريكسيت لايت على الطريقة البريطانية؟ نتجه إلى مسألة معينة، هي أنه كلما سوف تظهر عملية صعوبة خروج ومحنة بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، هذا سوف يعطي حيوية وزخم للاتحاد الأوروبي نفسه، لأن عندما خرجت بريطانيا كان هناك رؤية يتقاسمها الجميع تقريبا بأن هناك مفعيل لعبة دومينو، يعني سوف هناك أمم أخرى سوف تخرج أيضا من الاتحاد الأوروبي. اليوم الدول الأوروبية والتيارات المناوئة للفكرة الاتحادية الأوروبية داخل أوروبا أصبحت في ورطة، لم يعد بإمكانها أن تبشر بهذا النموذج البريطاني. في المقابل في بريطانيا هناك تغير منهجي في اللعبة السياسية التي عمرها قرنين، يعني في القرن التاسع عشر كان هناك المحافظون وكان هناك الليبراليون أو الأحرار، وفي القرن العشرين كان هناك المحافظون وحزب العمال. اليوم هناك منذ مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي هناك اختلاط حابل بنابل بالمجلس العموم البريطاني، بحيث هناك بحيث أن تيريزا ماي الصحف البريطانية تهكمت على ذلك، لم يكن بالإمكان معرفة من هو ضد أو مع الخروج أو يريدون معاداة فقط رئيسة الوزراء تيريزا ماي. هي المفارقة أن تيريزا ماي البارحة وقعت ضحية اختلاط نقيضين، يعني هناك النواب الذين يطالبون باتفاق أكثر تقربا من أوروبا وتقريبا بإبقاء علاقة معينة عضوية مع الاتحاد الأوروبي لبريطانيا، وهناك الذين يعتبرون بأن هذا الاتفاق الذي عرضته عليهم ماي البارحة هو يمثل بقاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي بين الأوروفوب يعني المعادين للوحدة الأوروبية والذين لا يزالون يقيمون بإيجابية العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وقعت في المنتصف. وما يزيد الطين بلة بأن هناك قيادة يعني ظاهرتان قياديتان في بريطانيا لا تتمتعان بالكفاءة لهذه اللحظة، من جهة ماي والتي طرحت نفسها كما لو أنها مارغريت تاتشر، ونحن نشهد اليوم فارق مهول ما بين القدرة القيادية داخل حزبها لمارغريت تاتشر والقدرة الاستيعابية للظروف، وما بين تيريزا ماي وأيضا جيريمي كوربن الذي يتحول أكثر فأكثر إلى ظاهرة فقط تعتمد على تناقضات حزب المحافظين ويرفع شعارات شعبوية، ولكن في نفس الوقت أن يقود شخص مثل جيريمي كوربن بريطانيا في هذه المرحلة، هذا أيضا بالنسبة إلى يعني أعتقد إلى المراقبين معتدلين سوف يكون فاتحة أيضا لذهاب إلى المزيد من المجهود. طب أستاذ وسام، ما هي اليوم الانتقادات ضد شخصية تيريزا ماي؟
ما الذي يمكن أن تنتقد عليه هذه المرأة التي ذهبت منذ عامين لتتحمل أوزار ما وضعه رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون عندما أجرى استفتاء وأتت النتائج بعكس ما توقعه الكثيرون يومها؟ البريطانيون يريدون الخروج، ذهبت وتفاوضت مع الاتحاد، المشكلة حصلت على تنازلات ثم تضامنات لهذه التنازلات، وحتى الآن مجلس العموم ما زال يراعى. مشكلة تيريزا ماي أنها تتعامل مع السياسة كما لو كانت على مقاعد المعارضة، وبالتالي عندما الهم للمفارقة أستاذ وسام، مصدر بالسياسة الأوروبية يقول أن ماي ما زالت متواجدة لأن مهمتها مستحيل اليوم. هي الآن قوتها في ضعفها بكل بساطة إلى حد البارحة، ابتداء من البارحة أعتقد بأن لماذا لم تستقيل؟ الاستقالة هل تلوح في الأفق استقالة رئيسة الوزراء؟ لو لاحت في الأفق جديا كان يفترض أن نتناقش اليوم في استقالتها، وبالتالي إصرارها على عدم الاستقالة مبني أيضا على اعتبارات بأن الأمور سوف تذهب إلى مزيد من الفوضى داخل الحزب المحافظين. يعني أنت لا نترك السفينة عندما نعم نحن يعني في نهاية الأمر أيا تكن مشكلتها هي ليست يعني على النماذج التي حولنا في العالم العربي، بالتالي هي يعني أيا يكن ما نسجله على تيريزا ماي كمراقبين وعن فشلها الذريع في قيادة السياسة البريطانية في هذه اللحظة، هي لم تستقل ليس حبا في الكرسي، يعني هي لم تستقل لأنها تعتبر بأن في هذه اللحظة بالذات لا يزال هناك ما تفعله، وهي ستحاول في هذه الفترة أن تعود فتمرر اتفاق مؤقت مع الاتحاد الأوروبي، فإذا فشلت في يعني إذا فشلت في هذا الأمر سوف تستقيل. وإن الأوروبيين أيضا الذين يعقدون قمة الأسبوع المقبل ويقولون أنهم يرفضون أن تكون أعتقد بأن هذا سقف يعني في نهاية الأمر الاتحاد الأوروبي يعني بالمشبرح يشمت في صعوبة الخروج البريطاني منه، ولكن في نهاية الأمر يدرك تماما بأن مشكلة للجنيه استرليني، مشكلة للاقتصاد البريطاني، سوف يعني كل شيء متلاحق يعني متعلق ببعضه في اقتصاديات العالم اليوم، فسوف يرتد سلبا على الاتحاد الأوروبي نفسه. أستاذ وسام، بالنسبة لاستفتاء ثاني أو انتخابات مبكرة كما طالب زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، فرضية استفتاء ثاني تعارضها رئيسة الوزراء، تقول أن العملية الديمقراطية يجب أن تحترم وما قاله الشعب يجب أن يطبق، ولكن لا تستبعد هذه الفرضية. يعني في نهاية الأمر عندما تكون مؤسسة دستورية كمجلس العموم البريطاني غير قادرة على أن تسن لنفسها منهجا واضحا تجاه قضية معينة وقادر على أن يعود بالمنفعة بالبلد، بنهاية الأمر هذه دول يعني تتمتع بمقدار طويل من الديمقراطية، وبالتالي ينبغي أن نتوقع انتخابات مبكرة. هلا استفتاء على قصة الاتحاد الأوروبي من جديد، يعني يطرح هذا الأمر بين الفين والفين في بريطانيا، ولكن ما زال دون المستوى المطلوب. يعني حتى الاستفتاء اليوم البريطانيون سوف يعودون فيصوتون، يعني أو أنه لا أجزم، ولكن العمق البريطاني المناوئ للاتحاد الأوروبي والداعي للخروج من الاتحاد الأوروبي لم يندم بين هلالين على رغم كل هذه المصاعب، ولا يزال يتعامل مع الموضوع على أنه استقلال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. المشكلة أن هذا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي الذي طبعه البريكسيت لم يترافق مع ظهور شخصية استثنائية في بريطانيا قادرة على أن تقول للبريطانيين في هذه اللحظة ما هي شخصية بريطانيا في هذه اللحظة. يعني الأكثر اتجاها كان في هذه الفترة هو النوستالجيا للماضي، لماضي الكومنولث، لماضي بريطانيا العظمى في قبل 50 عاما وقبل حتى قبل قرن، ولكن بريطانيا التي لا تستطيع أن تستوعب أنها حجمت يعني في على امتداد القرن العشرين، في نفس الوقت لا تستطيع أن تستوعب أن تكون في اتحاد أوروبي تكون فيه ألمانيا المرتبة الأولى، تكون فيه فرنسا المرتبة الثانية، وتكون هي يعني
يعني بالكاد تتقدم على إسبانيا يعني. فبالتالي الاتحاد الأوروبي هو خانق للبريطانيين وخانق لهم بدلالته كدولة ذات تاريخ طويل وإمبراطورية سابقة، وفي نفس الوقت بريطانيا لا تستطيع أن تقول ماذا بعد الاتحاد الأوروبي حتى الآن. والنوعية الشخصيات الموجودة في السياسة البريطانية على الرغم بأنهم لا يزالون يتمتعون بكفاءة أكثر بكثير من نوعية شخصية تصل إلى الحكومات في سواء في أمريكا أو في بريطانيا أو في إيطاليا يعني، ولكن في نفس الوقت هذه النوعية من الشخصيات يبدو أنها ليست على هذا القدر من تحمل المسؤولية التاريخية لبريطانيا في هذه اللحظة. الكاتب والمحلل السياسي وسام سعد، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام الفقرة السياسية، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، لقاء يتجدد يوم غد. الآن نعود لمتابعة برنامج صباح النور. شكراً لك ليال. في هذا الوقت سنذهب إلى تقرير من وين التقرير؟ قبل التقرير نذهب إلى المطبخ، أو خلينا بالتقرير بس نأخذه من المطبخ. التقرير رح يكون عن السلق بركي بهالوقت. أنا صار لي ساعة ناطر السلق وحان وقت تحضير السلق مع الشيف فؤاد وأولى أشهى. صباح النور مشاهدينا مرة جديدة، أهلا وسهلا فيكم. صباح النور توني، حان وقت السلق. يعني أنا قلت له ما لازم نطلع شيء دغري، لازم لعندي على المطبخ نعمل السلق نخلص أنا طبخة. صاير كتير حب الأعشاب والخضار. صح. والخضار يعني عم بوع على أهميتهم الصحية لإزالة السموم من الأجسام. صحيح. تعرف حتى يعني كمية الخضار اللي عم تستعمل مع الحبوب عن جد عم تغنينا عن كتير قصص، عن اللحوم، عن الدجاج، عن جد مش عم نمزح. بالطبع لازم ناخذهم هدوليك القصص، بس صار كتير عم نوصل لمرحله كتير اطباقنا فيها دجاج فيها لحمه. خلينا نطلع شوي على الخضار حتى نفوت باطباق عن جد مميزه وجديده. اول شيء بدنا نبلش، بدي احط انا بالطنجره زيت زيتون. هلا هذا الطبق هو طبعا مثل ما قلت انا بالزيت، ممكن استعمال الزيت النباتي للاشخاص اللي ما حابين. في اشخاص بخافوا من استعمال زيت الزيتون على النار، ولكن انا دائما بشجع باستعمال زيت الزيتون لانه بالفعل بيعطي نكهه كثير طيبه. اول شيء رح احط الحار وقلبهم. حطيت وحده من الحار فرمتها والباقي حطيتهم حبوب مثل ما هن. السبب من اضافتهم حب مثل ما هن لان هن حيعطوني طعمه عطر اذا بدكم اكثر مع نكهه، مع اضافه الحر المفروم بالداخل رح يعطيني لدعه الحر. هون بمجرد ما انا لقيتهم لا حبيت الحر تقلوا، بنزل عليهم بصل الجوانح. بس بمجرد ما انا شميت ريحه الحر انه صارت ظاهره عندي، هون بكون انا صار وقت انه لازم نزل عليهم البصل. البصل هون حيبلش على الحراره يتحول السكر الموجود بداخلها للكراميل، طبعا مع طعمه الحر هي حتعطي نكهه جدا رائعه. هلا انا استعملت البصل الجوانح، ممكن استعمال البصل ناعم، بس دائما انا بالاطباق خاصه اللي هي تعتبر اذا بدكم مثل مازة او اطباق يعني طبق بارد يعني بنحط على السفره مع مثل مقبل، بفضل دائما البصل يكون فيها جوانح لحتى ضل نحافظ على طعمه البصله تكون ظاهره اكثر. لما بتكون ناعمه وبقليها رح اخسر كثير من الطعمات الموجوده بداخلها. خليها تاخذ لون مظبوط البصله انا وعم بقليها. بصير بهيدا الوقت لازم نضيف انا عليها رشه الملح. طبعا هون الملح بتخلي لي السكر الموجود بالبصله يطلع بشكل اسرع مع السوائل لحتى يتحول لكراميل ويعطيني نكهه جدا مميزه. طعمه البصل وقتها بتشقر بتصير مختلفه عن طعمه البصله البيضاء. ضلني عم بقلب. اذا بتلاحظوا الحبات الحار وقت ضفتهم انا حطيتهم وشققهم من النص انا لحتى تفوت السوائل لداخلها واخذ النكهات من قلبها. بنفس الوقت مع غليان على الطنجره باخذ طعمه العطر الموجوده بداخلها. هلا هون بهالمرحله بنزل عليهم الثوم. اذا ملاحظين في عندي كميه منيحه من الثوم، انا استعملت تقريبا حبه كامله من الثوم. قشرتها والحصوص قطعتهم لمكعبات متوسطه لحتى مع الطبق
تستوي وتصير قطعة الثوم ظاهرة، ولكن وقت عم باكلها طعمتها جدا مميزة. وبقلب بهالمرحلة هون صار لازم ارجع اضيف كمية بسيطة من زيت الزيتون، لأنه أنا هون ما حط كل الكمية بالأول، حطها على مرحلتين. صار لازم آخذ عنك وقول المقادير عم تمرق بهالوقت على الشاشة. صحيح. سلق بالزيت والحمص. كذا مرة سبقنا باقة عم بعمل فحص نظر، باقة من السلق. لا اسمي من والله عم بقشع على بعيد. الحمد لله الحمد لله. وهيك فيروز حد الشاشة. فيروز ناطرة كمان الوصفة عم تطلع فيها شوي شوي، بدها تسويها بدها تذوقنا اياها. هي طبعا غنت لعبد الوهاب سكن الليل. اه لا ضيعت. هلا هون صارت عندي البصلة والثوم مقليين مضبوط، رح اضيف عليهم السماق. هون السماق بيعطيني طعمة الحموضة، بتعطيني نكهة كثير حلوة بداخل الطبق. ورشة البهار الأسود وبقلبهم مع بعضهم لحتى تصير عندي آلية البصل والثوم والسماق موجودة مع بعضها. هون ببلش أنا أضيف عليهم السلق. طبعا أنا السلق ما فيني أضيفهم مرحلة واحدة، بدي أضيفهم على كذا مرحلة لحتى أكون عم خليهم يدبلوا شوي شوي مع بعضهم. مثل ما شايفين السلق مقطع مغسل ومنشف كثير لبقين. رح حطهم على بالطنجرة. مثل ما شايفين حطيت كمية بسيطة، هيدي الكمية كلها رح تنحط تقريبا بقلب الطنجرة بس لحتى تبلش تدبل شوي شوي أوراق السلق، بصير بقدر ضيفهم عليهم شوي شوي. طبعا مثل ما شايفين هون صارت عندي القلية موجودة مع كمية بسيطة من السبانخ، عفوا من السلق. هيك أقول لك نفس الفوائد الصحية الغذائية بالسبانخ والسلق، في كتير أشياء متقاربة طبعا كتير مشتركة. هلأ رح ضيف كمان كمية بسيطة من الحمص، ما بقدر ضيف كمان كل الكمية، مثل ما عم ضيف السلق ضيف عليهم الحمص الحاب لحتى يعطيني السوائل الموجودة بقلبها وتخليها تدبل مع بعضها شوي شوي. هلأ هون صارت عندي المكونات دبلت، رح أخذ تاني كمية من السلق ونضيفها عليهم. برجع بقول ولو قد ما كانت الطنجرة عنا كبيرة ما في نضيف كل كمية السلق على الطنجرة، لأنه لحتى أقلب الحرارة من تحت لفوق بدها تاخد معي وقت شوي طويل، وممكن مطارح من الأوراق السلق تستوي وتصير كتير ناعمة تنهرس والأوراق التالية تكون بعدها قاسية. أما بهيدي الطريقة بكون أنا عم خلي الحرارة تتوزع بشكل جدا دقيق، وتدريجيا عم بدخل الحرارة، وقتها بعليها برجع بخفضها مع إضافة كمية بسيطة من السلق. بتعرفي من ضروري المشاهدين العرب يعرفوا إنه ستاتنا بالضيعة اللبنانية بعدهم صباحا بيروحوا بيجمعوا سلق صح طازة و صح وبيطبخوها لأولادهم، وهي الحياة الصحية 100%. خاصة السلق، يعني بدي أذكر بشغلة هيدي كمان تيبس صغيرة إذا بدك للمشاهدين. هلأ موسم السلق بس شوي لقدام بطل موجود، ممكن نحن تحضيرهم بهيدي الطريقة نفرمهم ونغسلهم منيح، بس نحن عم نغسلهم يفضل نقعهم بالماء تقريبا حوالي ربع ساعة. كل لتر من الماء بنحط له نص كباية من الخل الأبيض، تقريبا بنقعهم حوالي العشر دقائق، بعدين بنصفيهم منيح بننشفهم بنحطهم بكياس وبالفريزر، بيعيشوا معنا حوالي ست اشهر ما فوق داخل الفريزر حتى نقدر نستعملهم بالوقت اللي ما بيكون موسم السلق. يعني هلا موسم فطاير السلق كمان. صحيح. نعم، وهذا عنده سؤال. ذكرت نقعهم بالمي والخل، هيدا الشيء دائما حتى بدنا نستخدمهم مباشرة. صح. هلا لك الخل لشو استعماله؟ أول شيء الخل بخلي كل الرواسب أو الرمل أو الأشياء اللي معلقة على أوراق السلق تنزل، ما بتخلي شيء من الأساس، وزيادة عليها بتحافظ لنا على لونها الأخضر، لأنه مثل ما بتعرفوا وقت أشياء بنضبها بالفريزر بس نطلعها بدنا نطبخها بتلاقي لونها شوي تغير بالفريزر، بهيدي الطريقة بالفعل بنضلنا محافظين على اللون الأخضر الطبيعي تبعولها. بس بتعرف شاف كل الخضار خاصة الورقيات ومنها غسيلها صعب. صح. يعني بضل فيها اشياء. ليك انا كل شيء انواع خضار خضراء مثل هيدا القصص فينا نحط لها خل نفس الكميه باستثناء الملوخيه. الملوخيه ما بقدر احط لها كميه خل لانه نوع الورق تاعولها كثير رقيق. بنزيد الخل بعدين؟ عفوا بالخل بعدين. صحيح بعد. على البرد. اذا انا بخلي الخل بنقعها بالخل بتصير الورقه بتصير تطرى وبتسود. لهذا السبب نحن بالملوخيه بننقعها بالماء ورش صغيره من الملح.
الملح بحافظ عليها، ممكن كمان إضافة عليها رش صغيرة من السكر، لأنه السكر اللي فيها بخلي لنا المحافظين على اللون بقلبه، بصير بيتفاعل السكر مع الملح وبتضل الورقة مثل ما هي. هلا رح أرجع كمان أضيف بعد شوي من السلق، وهلا هون رح أضيف عليهم كل كمية الحمص. هون هلا الحمص بالسوائل الموجودة فيهم رح تساعدني وآخذ كل الطعمات والسوائل الموجودة بقلبها، ساعتها بس ارجع اضيف باقي كمية السلق بتكون عم بتساعدني لأحصل على طعمة ونتيجة سريعة. هلا هون صار وقت انه اضيف الكزبرة الخضراء المفرومة عليها، انا ضفتها بهيدي المرحلة لحتى ضلني محافظ على اللون الأخضر تبع الكزبرة وضلني حاس بالطعمة انه ما انطبخت الكزبرة بعدها خضراء، هيدي الطعمة انا بدي اياها. بتزيد الكزبرة بتعطيها شوية مرارة يمكن. لا بتعطيها طعمة نكهة الكزبرة مع العطر، وقتها بتغلي معها على النار حتصير معطرة مدخنة بقلبها، حتعطيها هيدي النكهة. طعمة المرارة إذا كنا عم نضيف الضلوع تعول الكزبرة، أنا هون مستعمل أكثر شيء الورق، الورق هو دائما طعمة. خبرك سر، أنا أول تبولة طبختها بحياتي ضيعت فيها بين البقدونس والكزبرة، طبختها بالكزبرة وانا عم باكل. يا عمي هالتبوله كثير مره كثير طبيعي على كميه الكزبره طبعا. ايه طبعا انا انت عم تعال، بس بيضيعوا كثير بيشبهوا بعضهم باقي البقدونس وباقي الكزبره. ليك هلا هي بس بالملمس ببين الفرق، وقريبا بنورجيهم على الهواء للمشاهدين الفرق بين البقدونس والكزبره بطريقه جدا سهله اللي هي بالملمس والريحه. وهون بتصير بتصير على ست البيت التبوله كمان ببين الفرق. ايه طبعا ما تعطى الهم، بضلتك تكتشف وعزمت العالم وضيوف وقص. يا عمي تبولتك مره نوع البقدونس ما منيح. نوع البقدونس عاطي. مثل ما شايفين هلا هون انا تركتهم على النار، طبعا رح اضيف هلا كل كميه السلق، بدي اتركهم حوالي 10 دقائق على نار خفيفه، وضروري غطي الطنجره لحتى اخلي كل البخار اللي عم يطلع منها يرجع يدخل لقلبها ويعطيني سائل، بالغنى عن استعمال كميه من المي. هيك بتكون وصفتنا صارت جاهزه تتقدم مع الحامض وبتكون جدا مميزه. هلا رح ارجع لعندكم توني ووعد، ومثل ما شايفين السلق صارت جاهزه. نحن كمان جاهزين للتذوق بعد شي نص ساعه تقريبا، يعني كانه هالمطبخ بيئي. ايه صديق للبيئة صحيح، على الأقل بالخضار. نحن فقرتنا التالية بيئية، أزرق أخضر كمان مع الصبية اللي لابسة أخضر اليوم، وكمان عندنا ضيف عزيز من العراق جايينا، هو الشاعر والمسرحي عبد الكريم العامري، بعد هذا الفاصل صحيح؟ إذا فاصل ونعود لمتابعة صباح النور، ابقوا معنا. تحية من جديد مشاهدينا في النصف الساعة الأخير من صباح النور. صباح النور مجددا وعد. صباح النور توني. هيك شو أكثر ثروة طبيعية بتحسيها بركة من ربنا ضروري نحافظ عليها أو نعرف كيف نستخدمها؟ الماي بشكل أساسي، لأنه يعني هي أساس الحياة كل ثروات غيرها وايضا للانسان. مثل ما ضروري ننظم حياتنا ضروري ننظم مياهنا. نعم مشاهدينا، تعتبر السدود من اقدم الوسائل التي استخدمها الانسان لترويض عنفوان الانهار والمجاري المائيه الطبيعيه، اما بهدف توفير احتياجاته من المياه الصالحه للشرب والزراعه، او بهدف تجنب خطر السيول والفيضانات. ولكن توني، كثر الحديث في الأونة الأخيرة عن احتمالات تصدع أو انهيار سدود عدة في عدد من الدول العربية، مما أثار المخاوف عن سلامة المجتمعات البشرية المحيطة بتلك السدود. نتعرف على التفاصيل مع ضيفنا الصحفي المتخصص في الشؤون البيئية مصطفى رعد في أزرق أخضر. هلا مصطفى، صباح الخير. بس حسيت انا ومعرفة على الفقره لازم اعملها مثل توني انه ازرق اخضر. مرقت بالاول بس مرقت مني، هلا كمان ازرق مني. يعني اذا اخذت جزء مني وجزء اخر من وعد بيطلع معنا ازرق اخضر. السدود، يعني خلينا بداية نعرف بظل كل يلي بنسمعه من أفكار مع أو ضد السدود المائية، خبرنا عن التجربة بالدول العربية لحد اليوم، شو بتقول؟
هلا احنا مثل ما بنعرف دائما السدود هي اللي بنحطها نحن او بنعملها لنقدر نكبح اذا بدك جموح الانهار وهذا الجريان تبعها منشان نحن نقدر نحافظ على الثروه المائيه اللي هي اصلا 2.5% من اصل كل الكوكب. نحن عم نستعمل فقط بالانهار ما هيك؟ صح مش اي بالانهار والبحيرات باكثر من محل، بس هو التركيز على الانهار يلي عندها جريان سريع وكبير. يلي عم بيصير انه في بعض الدول العربية عندها تجارب منيحة بموضوع السدود، وفي عن عم نحكي عن تونس المغرب مثلا، في منطقة بالمغرب اسمها بين الويدان، بين الويدان عندهم اعلى سد بافريقيا بكل شمال افريقيا هو موجود هناك وعم ينتجوا كهرباء منه، بس بنفس الوقت عاملين مشاريع للاستزراع السمك، يعني الناس فيها تنزل تعمل تتصيد سمك بشكل كتير منيح وما في مشكلة فيه. حتى بالمغرب في شيء اسمه حصاد الضباب انا حسب ما فهمت، صحيح يعني هناك عندهم اكثر من منطقة بيقدروا يكونوا عم يحصروا الضباب اكثر من منطقه. بتونس في حوالي 33 سد موجود وعم بيقولوا لحد هلا المهندسين هنيك انه التجربه جيده معهم بموضوع السدود. بلبنان للاسف التجربه سيئه بسبب طبيعه الارض يلي هي دائما موجوده على فوالق زلزاليه ما بتخليها تكون قدرانه تتحمل الضغط الهائل تبع الانشاءات الخرسانيه او البطون يلي بيكون عم ينعمل او ضغط المياه الهائل يلي بيكون موجود. ففي تجارب جيدة وفي تجارب سيئة، ولكن بالمعظم وبالإجمال معظم الدول بالعالم كله بأوروبا بأمريكا بأكثر من محل عم يلجأوا لإعادة تكسير السدود وإعادة إذا بدك الحركة السريعة للأنهار الموجودة بكل العالم، لأنه شافوا أنه في ضرر اقتصادي وضرر بيئي على كل المنطقة المحيطة بالسدود. طيب شو هي أبرز هيك التحركات يلي بتقوم فيها الدول المتقدمة تجاه السدودة أو كيفية استخدامها الصحية اللي ممكن نستوحي منها نحن بالعالم العربي؟ هلا في يعني هون رح يكون عنا اجابتين بالاحرى، رح نكون عم نحكي عن اذا بدك الفوائد تبع السدود يلي هي اول شيء اذا نحن بدنا نعمل كهرباء نحن بدنا نجمع كمية كبيرة من المي لنقدر نولد كهرباء، وهذا ما يسمى بالهيدرو الكتريستي، يعني بيعتمدوا على المي ليقدروا يحركوا التوربينات ليقدروا يولدوا كهرباء. يلي هي الطاقة الكهربائية. الطاقة الكهربائية صحيح، في عنا ما يسمى الهيدرو ميكانيكال انرجي يلي هي بتعتمد على حركة الأمواج وهذا عادة بتصير بالبحر مشان تقدر أنت تولد كهرباء، بس هو التركيز الأكبر على الهيدرو الكتريستي يلي هن بياخذوا المي ليستعملوها بالتوربينات ليقدروا يولدوا كهرباء. نعم. وفي عنا موضوع إذا بدك حماية المزروعات وحماية المحاصيل بتكون موجودة، ولكن يعني إذا نجي نفكر أكثر بالموضوع في أضرار أكبر من الفوائد تبع السدود، لأنه في شيء اسمه السيدمنتس بكل الأنهار، في شيء اسمه السيدمنتس أو الرواسب، هيدا الرواسب فيها مغذيات فيها نيوتريانتس بحاجة لها كل الأنهار، يعني لما نحن عم ننقل عم نسكر بمحل السد عم نمنع انتقال هيدي السيدمنتس من محل إلى محل، بنفس الوقت عم نمنع هجرة الأسماك. الأسماك دائما بتهاجر بشكل يومي، بتهاجر من منطقة على منطقة، وبنفس الوقت البيض يلي بتحطه بمنطقة لازم ينتقل لمنطقة تانية. يعني طريقة الطبيعي هو مسار النهر الطبيعي بالزبط. بدون أي سد يجي بالزبط. يخنق هذا المسار. السيدمنتس في منها نوعين، يعني في عندك النوع يلي هو السيدمنت أو الرسوبيات الخفيفة مثل الطين هي بيسموه الطمي. نعم. يعني هيدي الكتير صغيرة هيدي كمان بتأثر على التنوع الغذائي الموجود، حتى بتحمي الأراضي وبتعمل تماسك للتربة، فنحن نشوف السدود موجودة عم تمنع هذا الانتقال وبنفس الوقت عم تخلي السد يعلى، يعني منسوب المي عم يعلى، منسوب المياه الجوفية عم يعلى، كل الأراضي اللي حوالين السد عم بتموت، عم بتصير أقل إنتاجية، عم تنفقد المحاصيل، عم تنفقد إذا بدك العناصر الغذائية المطلوبة للأرض، عم نضطر نستعمل مواد كيميائية لنحن نخلي الأرض ترجع تنتج، فهيدي المواد الكيميائية عم ترجع تفوت على أجسامنا، لأنه نحن بالآخر عم ناكل من هيدي الأراضي. ففي مشكلة كبيرة بموضوع السدود وما عم تثبت جدواها بالعالم، وفي كتير يعني في كتير دول مثلا عم يخافوا من الفيضانات، في كتير ناس عم بتموت من هنيك، في كتير ناس عم تتهجر من الأراضي مثل ما عم يصير هلأ بسد بسري يعني بجنوب لبنان بالمشروع يلي عم يجربوا يعملوه صار لهم فترة. طيب كل خبراء البيئة بيأكدوا أنه أي تدخل بشري بمجرى الطبيعة له أضراره، وكتير ذكرت منها الآن، ولكن يعني ما بيصير الأمر مثل عملية حسابية للاضطراريات والضرورة وممكن تعديلها بعدين؟ مثلا الكهرباء الماء في محلات بتكون قلة وجود السد مثل الأضرار يلي بتنتج عن وجوده بعد فترة طويلة، هل ممكن اللجوء إلى سد إلى مرحلة معينة من الوقت؟ في عدة أنواع من السدود، هن بيقولوا لك إنه هذا لفترة قصيرة وبيكون التركيبة تبعه هي عبارة عن تراب، ما بيكون هو يعني إذا بدك الركاميات تبعه هي بتكون تراب وحصى يلي هو البحص الصغير، ما بيكون بطون،
يعني هذا بضل فترة مثلا 5 سنين أو 6 سنين بضله موجود. بيروح تلقائيا؟ بيروح تلقائيا إذا إجا فيضان عالي ممكن يدمره، أكيد ممكن يسبب فيضانات، ممكن يقضي على المحاصيل الموجودة بالمنطقة. السدود الأطول يلي هي بتضل من 10 ل30 سنة هيدي بدها صيانة بشكل دائم. يعني دائما عندك الخوف المهندسين دائما من موضوع السيديمنتس، أن احنا كيف بدنا نعالج موضوع السيديمنتس. هلا هني أوقات بيفتحوا هيدا المجرى تبع المي بيفتحوه لتنسق الأراضي، بس بنفس الوقت أنه هيدا بحاجة لتكلفة كتير عالية، الهندسة عالية التقنية، والدول مش قادرانة تتحمل هيدي التكلفة العالية، فبيوصلوا لمحل أنه هني مش قادرين يعملوا شيء، وبتخرب كتير هيدي السدود، عندها مشاكل كتير. وضغط المي الهائل يلي بصير إذا مثلا إجا عنا غزارة بالأمطار بإحدى المواسم، فنحن حنكون مضطرين أنه بدنا نفتح المي مثل ما عم بيصير هلأ بالأرعون، اضطروا يفتحوا المي على الأنهار رغم أنه هو البحيرة ملوثة، يعني إحنا بنسميها هلأ بحيرة الموت بالأرعون، وفتحوا المي على الانهار. هلا روحوا شوفوا الشجر بلش يموت، خصوصا انه السنه نسبه الامطار كانت عاليه بلبنان. طيب هلا حاليا ما فينا نستغني عن السدود، ما هي الطرق لاحتواء هذه المخاطر؟ في عده طرق. يعني اول شيء بدنا نرجع نترك هيدي اذا بدك الانهار ترجع لجريانها الطبيعي من دون ما نكون احنا عم نوقفها بمحلها، لانه الطبيعه قدرانه انه هي تتحكم بس ما عندها مخاطرها الانهار بمجراها الطبيعي. عندها مخاطرها، بس انت لما تكون موسع المجاري وكل شيء ماشي بطريقه مزبوطه مثل ما هي انعملت ما عندك مشكله. وانت قدران تستفيد. الصوره اللي عم نشوفها هلا، عذرا للمقاطعه، ولكن هيدي المثال عن الثدي اللي فيه له مجرى. صحيح، هيدي المجاري هون كيف بتكون مفتوحة، وكيف بيخلوها تكون عم تتحكم بطريقة معينة لما يعني لما يفتحوا هيدي المجاري السيديمنتس تكون عم تتحرك من القاع. فبتخلي كمان ترجع هيدي الحياة ترجع للأسماك وللأراضي، لأنه إذا ما كان في سيديمنتس بقلب الأنهار حل وسطي يعتبر هيدا؟ حل وسطي، بس بده كتير وقت وبده تقنية عالية. بس في عنا شغلة بدنا نحكي عن موضوع التآكل يلي بيصير، لأنه إذا ما كان في سيديمنتس بالجهة الثانية من السد يلي يصير انه النهر لحاله بصير ياكله من الارض. بصير ياكله من الارض، فلهيك بنشوف انه هيدي الايروجن او التآكل بيمتد على مئات الامتار وربما عشرات الكيلومترات. فلهيك نحن بنشوف انه هيدي السدود عم تتصدع وقريبا ممكن تنهار، وهذا الخوف صار بالعراق وصار بسوريا وصار باكثر من محل، وكمان في عنا خطر الارهاب يلي كان عم بيصير هونيك. كانت موجوده هي خصوصا بمناطق حروب، يعني سد موصل وسد الفرات. ولكن يعني نحن بنعرف انه 30% من المنشات الزراعيه او الاراضي الزراعيه بالعالم تعتمد على السدود. الاعتماد كيف بيجي؟ وفي حال ألغينا هذه السدود كيف ممكن نروي هذه الأراضي الزراعية؟ نحن مثل ما عم نشوف أنه زيادة الأعداد البشرية عم تتطلب المزيد من الإنتاج، عم تتطلب مزيد من الأكل، مزيد من الشرب، مزيد من الحصول على مصادر إذا بدك الطاقة، وعم يصير في ضغط واستنزاف للموارد المائية. هلأ طبيعي لما نكون نحن بحاجة لنص الأراضي في شيء تاني عم نخسره، عم نخسر إذا بدك المصادر الغذائية الموجودة بقلب الأراضي، وخصوصا بالمحيط الموجود حد السد. يعني شوف أنت نسبة المواد الكيماوية الموجودة بالمزروعات يلي موجودة بمحيط السد بالمناطق التانية اللي بعيد عنا السد، هتلاقي أنه المناطق التانية بعدها أخف كتير نسبة المواد العضوية أو الأحرى الكيماوية الموجودة بقلب المزروعات. فهذا الموضوع بيأثر على الحياة الشخصية لأي إنسان موجود. وعم شوف ارتفاع بنسبة الأمراض، يعني حتى ببعض المحلات مثل الأرعون، يعني إذا بدنا نحكي عن تجربة لبنان، الأرعون هلأ في بكتيريا اسمها ساينوبكتيريا، صار لهم 20 سنة عم يشتغلوا ليمنعوا هيدي البكتيريا، ولكن هلأ الأرعون هي بحيرة ميتة ما بقى ترجع تعيش. يعني حتى كل الأسماك اللي هنيك ماتوا لأنه بطل في أكسجين، هذه البكتيريا هي بتسحب بأقل الأكسجين. من الدقيقة المتبقية لنا نرجع لسد بسري اللي كتير سمعنا عنه أراء مع أو ضد، شو رأيك حضرتك كصحفي متخصص؟ أكيد ضد، لأنه هذه المنطقة فيها أول شيء 50 موقع أثري، هذه المنطقة فيها حوالي ألاف أنواع الأشجار، ألاف أنواع الحيوانات الموجودة المهددة بالانقراض، في عنا غطاء نباتي مميز جدا بكل الأراضي اللبنانية، هذه الأرض فعليا بعد عذراء، يعني بعد ما حدا تدخل فيها. هل من بدائل؟ أكيد، لأن إحنا عنا مي،
يعني اللي بيقول نحن ما عندنا مي هيدا مش مزبوط، بس نحن عندنا طريقه سيئه باداره هيدا الموارد، بس نحن نقدر عن جد نعمل اداره مزبوطه لموضوع المي، بنحل كل شيء، لما نوقف التلوث بنحل كل شيء، لما نعمل معامل لتكرير مياه الصرف الصحي بنحل هذا الموضوع. حفر الابار الارتوازيه بشكل عشوائي كمان بياثر، لانه بياثر على كل العيون وعلى كل خطوط الامداد للمياه الجوفيه. نحن عندنا 3-4 خزانات موجودين بلبنان، وهودي الخزانات بعضهم انضاف لحد هلا هون، يعني موجودين مختصر مفيد في عيون السيمان. مصطفى ضد السدود، بده يسد السدود. نحن حاولنا ندافع بس صعب، انا عطنا بوجهة نظرك. اذا كل الشكر لك الصحفي المتخصص بالشؤون البيئيه مصطفى رعد، شكرا لك. شكرا لك مصطفى، والى الاسبوع المقبل ان شاء الله. بدنا نفتحها ما بنسدها الاسبوع الجاي. شكرا مصطفى. والان نذهب الى الاردن، حيث تم تحويل اقدم منزل في مدينه السلط الى متحف يتميز بفنه المعماري ويحتوي على اهم المقتنيات التراثيه للمدينه. زياره الى متحف ابو جابر في السلط في هذا التقرير. بيت أبو جابر تعود ملكيته للسيد ناصر صالح الناصر أبو جابر، وهو أحد تجار أثرياء في مدينة السلط. بني هذا البيت على 3 مراحل خلال فترة من عام 1892 ولغاية العام 1905، وهو عبارة عن 3 طوابق ويضم 36 غرفة. واستخدم في بنائه مواد بناء محلية ومواد بناء مستوردة مثل الرخام من إيطاليا والبلاط من القدس والقرميد من فرنسا. فترة بناء البيت استغرقت 14 سنة، بدأوا بناء البيت عام 1892، انتهوا بناء البيت عام 1906. الطابق الأول كانوا يستخدموه لأسطبل للخيل، الطابق الثاني كانوا يستخدموه اللي هو غرف الاستقبال والضيوف ويأكلوا داخله، الطابق الأخير اللي هو كان عبارة عن غرف، مجموعة من غرف للنوم. قامت وزارة السياحة والأثار باستملاك هذا المبنى في العام 2000 وإعادة تأهيله وتحويله لمتحف السلط التاريخي بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، وتطبيق مفهوم المدينة المتحف على غرار مدينة هاجي في اليابان. في العام 2010 تم افتتاح المتحف بحيث يعكس تاريخ وثقافة وتراث المدينة خلال فترة العصر الذهبي الممتدة من منتصف القرن 19 وبداية القرن 20. حابب أدعو جميع الناس لزيارة المتحف، وإن شاء الله راح يستمتعوا بتجربة. كل من يزور هذا المتحف ومدينة السلط راح يستمتع بتجربة فريدة يعني ما راح يشوفها إلا في مدينة السلط. يعني السلط قديمة جدا، آلاف السنين قبل الميلاد، وطبعا مرت عليها حضارات رومانية وعثمانية وتركت أثارها، والحلو فيه أنه محتفظين وتم الحفاظ عليها تماما. صحيح، والعراق هي مهد الحضارات. صحيح، موضوعنا التالي رح يكون من هونيك، موضوعنا مسرحي، حيث سنستقبل معنا عضو لجنة التحكيم في مهرجان لبنان المسرحي الدولي لمونودراما المرأة الكاتب المسرحي العراقي عبد الكريم العامري في أحداث ونشاطات. ساعة
صباح النور. صباح النور. صباح النور. أهلا وسهلا فيك في بيروت. كيف العراق أول شيء؟ العراق يسلم على لبنان بخير إن شاء الله. ودائما سلامتنا إلى العراق. صحيح. امبارح انتهى المهرجان مهرجان بيروت الدولي. كيف تقييمك للعروض يلي تمت خلاله؟ طبعا احنا في البدء احب ان اشكركم على استضافتي في التلفزيون العربي. شكرا لك. مهرجان المسرح اللبناني الاول لمونودراما المراه طبعا هو قام جمعيه تيرو. انا بدي في البدايه ان اتحدث عن جمعيه تيرو لكونها هي الجمعيه التي تكفلت باقامه مثل هكذا مهرجان دولي ولاول مره في الوطن العربي. صحيح. يعني احنا في العراق ما كان عندنا في حينها في يوم المراه العالمي، وانا هني نساء العرب بهذه المناسبه، لم يكن هناك مهرجانا للمراه خاص في المراه. جمعيه صحيح. تيرو اقامت هذا المهرجان بالتعاون مع وزاره الثقافه طبعا، والدعوة التي وجهت لي كعضو لجنة التحكيم من جمعية تيرو ومن الأستاذ الفنان قاسم اسطنبولي ومجموعة شباب لم أجد مثيلا لهم طبعا حقيقة. يعني أنا أحسد لبنان وأحسد صور مدينة صور على هذا التجمع الثقافي الفني الجميل لمجموعة من الشباب. طبعا العروض هي كانت على مدى 5 أيام، عروض دولية من إسبانيا والبرتغال والمكسيك، وعروض من لبنان، وعرض آخر من جمهورية مصر العربية، وكان هناك عرض من تونس، لكن للأسف حصل التباس في الوصول، ما أعرف طريقة، لكن هم العروض قدمت على مسرح سينما ريفولي، وهذه السينما أعتقد حسب ما عرفت أنا تاريخها 27 سنة، أكثر من 70 سنة، 27 سنة كانت مغلقة. الفنان قاسم اسطنبولي مع الثكنة الفنية اللي معه حاولوا إعادة سينما ريفولي وإعادة سينما الحمراء. هي كانت من بدايات طبعا المنصات الفنية بلبنان. أنت راضي على النتائج وممن كانت مؤلفة لجنة الحكم في هذا المهرجان؟ لجنة التحكيم مؤلفة مني ومن أنا، السيدة أنا من إسبانيا، ومن الفنانة سوزان أبو علي. نعم. من لبنان، ومن الزميل الشاعر والفنان صلاح عطوي. نعم. صلاح عطوي. ها لجنة التحكيم كانت مكونة. طبعا هي مشكلة لجان التحكيم في كل المهرجانات العربية، يعني تعرف في يطلع راضي وفي ما يطلع راضي، لكن هي الجائزة الكبرى للحضور. الجائزة الكبرى هي لحضور الفرقة المسرحية. يعني شيء جميل أنا شفت في لبنان ممثلة شابة طالبة في جامعة، فاطمة قدمت على الدقة، مسرحية على الدقة كانت من المسرحيات الجميلة يعني المتميزة. لكن أنت تعرف أن المشاركة كانت مشاركتين، يعني مشاركة عربية ومشاركة أجنبية، يعني 5 قارات: آسيا وأفريقيا. صحيح. وأوروبا وأمريكا. نعم. هذه القارات 4 اشتركت في هذا المهرجان، يعني تعدد الثقافات، تعدد التنوع. اللي صار احنا في لجنة التحكيم يعني ان الأعمال العروض العربية كانت المرأة، طبعا عروض خاصة بالمرأة، كانت المرأة تتحدث من جوانية من داخلها، تتحدث عن إرهاصاتها، عن ذاتها، عن هواجسها، عن أحلامها، عن كذا، هاي الأمور الداخلية بالمرأة. لكن العروض الأجنبية كانت تتحدث عن واقع آخر. نعم. عن المرأة في الخارج. مه. علاقتها مع الآخر. حلو. يعني طيب كيف وجدت من خلال العروض كلها يعني تمثيل المرأة أو تقديم المرأة في الأعمال العربية وتقديمها بالأعمال الغربية؟ وأيضا يعني هيك بعد شوي سؤالي، شو تقييمك لتجربة المونودراما العربية والغربية؟ شو بيختلفوا عن بعض؟ طبعا المسرحيات اللي قدمت يعني بما فيها جمهورية مصر العربية، يعني منار ووسام كانتا يعني كانوا ضيفكم، قدموا عمل يعبر عن معاناة المرأة العربية عموما.
يعني عندما أقول المرأة العراقية، المرأة اللبنانية، المرأة المغربية، هي ذات المرأة، يعني لا تختلف من حيث ربما هناك طبيعة أخرى، يعني قد تكون الطبيعة العشائرية في هذه الأمور الموجودة في مجتمعاتنا العربية اللي تحاول أن تضيق على المرأة أو تنظر للمرأة منظور آخر. أنا شاهدت ممثلات عربيات جيدات، لكن تعرفي أن حضور أجانب في مهرجان صار ميكس مع عرب، الأجانب عندهم تفكير آخر، يعني ثقافات أخرى، هناك ثقافات أخرى، هناك نظرة أخرى للمرأة. يعني في وقت نحن العرب ننظر إلى المرأة ضمن إطار معين، في الخارج عندهم يعني ما عرف فريدوم. يعني لا شك أن العواطف في العالم الشرقي هيك جياشة أكثر ونعبر عن عواطفنا أكثر، هل هذا يظهر في المونودراما أو ممثل المونودراما؟ يظهر بشكل واضح، يعني خاصة في عند الممثل العربي. هي مشكلة إشكالية المونودراما. المونودراما لحد الآن، أنا في هذا المهرجان اكتشفت شيء، يعني شيء جديد، إن هناك فرق بين المونودراما وبين الستاند أب. نعم. لما يصير، أنا شاهدت العرض الأخير مبارح، كان عرض هو عبارة عن قريب من الستاند أب، ستاند أب كوميدي أيضا. نعم. ستاند أب كوميدي، يعني زي اللي نشوفه إحنا في كثير من المسارح، وبين المونودراما. المونودراما ليست أن يقف الممثل على المسرح وهو يردد حوار معين، يعني وإنما عليه أن يتحرك مع الحوار، يعيش الحوار. يعني لكل سطر من النص، من التكست هذا، هناك حركة. نحن وقتنا ضيق حضرتك، تكتمل المونودراما. نعم أستاذ عبد الكريم، حضرتك قامي طبعا بمجال الكتابة والتمثيل، وقتنا ضيق، كنا حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف مشاهدين عليك أكثر. باختصار، حضرتك مثلت المونودراما، وزملائك بسموك كاتب شامل، كتبت القصة القصيرة والرواية والمسرح ومثلت. شو نشاطاتك اليوم بعد هذا المهرجان؟ أنا أعد العدة طبعا انا في مجله مصريات الثقافيه الادبيه، طبعاً هي مجله ثقافيه مستمره عراقيه، واسهر عليها. ومقيم حضرتك بالبصره صح؟ انا مقيم في البصره. نعم. مقيم في البصره، لكن الان مقيم في لبنان لمده شهر ان شاء الله. نعم. راح التقي مع اصدقائي في نقابه الفنانين في لبنان، ربما هناك مشاريع ستكون مشتركه في مع جمعيه تيرو، هناك فيلم طويل راح اكتبه ان شاء الله. عندي مشروع لفيلم مع كاتبة مصرية في إسطنبول لمخرج تركي، أعد العدة لإنتاج فيلم يعني. نعم. وهذه وإن شاء الله يوفقنا إن شاء الله من خلالك كمان ترجع. نعم. بيرجع المسرح العراقي بينتعش أكثر وأكثر من خلال حضرتك. الكاتب المسرحي والشاعر والإعلامي العراقي عبد الكريم العامري، نورت صباح النور. تسلم. وإقامة دافئة بلبنان إن شاء الله. شكرا مع الشتي. شكرا لك. بركي بنمرق مرأة سريعة بهالوقت على مطبخ الشيف فؤاد تذكرنا بمحصلة تعبه. أكيد مثل ما شايفين توني ووعد، صارت عندي السلق بالحمص بالزيت جاهزة، سكبتها مع الحامض. كمان عندي الكيك بالفراولة مع الحليب جوز الهند، حطيت على وجههم السكر مع الفراولة، وطبعا لازم نريحهم ساعتين بالبراد لحتى أقدر نزلهم من القالب. شكرا لك يا شاف. مشاهدينا إلى هنا وتكون حلقتنا اليوم انتهت. شكرا لضيوفنا، شكرا لك شاف مرة ثانية، وشكرا للمتابعة، وشكرا سلفا لمشاركاتكم عبر صفحات برنامجنا ورقم الواتساب. نحن بانتظار أجوبتكم على سؤالنا، كيف تتعامل مع زميل مزعج؟ أحبوا بعضكم. إلى اللقاء. إلى اللقاء.